الاكل ديال ايام تحسيسيه واش عطات الاكل ديالها اولا لا السابقه يعني. من بعد كنشوفوا حتى هذا اليوم هذا هادشي علاش كيف قلت في البدايه في تغديتنا اهم كيحضر معنا دكتور رشيده ايتالي. اول شيء صباح الخير. صباح النور. لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس. وانتم كنتمنى ان شاء الله ان هذه المناسبه تدوز الجميع بالفائده وب... يا رب وبالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. اذا اليوم العالمي لمرض السكري مثلا نتكلموا على هذا اليوم هذا دكتور، شنو تيمثل لكم انتم كاخصائيين اول شيء؟ كيمثل لنا ذكرى كبيره اللي هي مناسبه اولا للتحسيس وحتى للتشخيص المبكر. فكنحاولوا ان الناس تاخذ فكره اوضح على هذا الموضوع هذا على هذا المرض، تحاول تفهموا اكثر، تحاول تدير مجهودات اكبر لا من ناحيه ديال الوقايه ولا من ناحيه ديال التشخيص المبكر. نعم، كيف كنقولوا مرض السكري صبح اليوم من الامراض اللي معروفه عند الكبير وعند الصغير، شائعه وكيف قلتي منتشره بشكل كبير ماشي غير في المغرب ولكن في دول العالم ايضا. ما نقدروش نقولوا الدول الناميه او الدول المتقدمه يعني على حد سواء لما كنعتقد ربما كان تكلمت على مرض السكري تقريبا في 2014 او 16 وكنا تكلمنا انه بحدود 2030 غيكون العدد مرتفع بشكل كبير. اليوم حنا في 2022 2023، بالنسبه لكم كتشوفوا ان العدد ديال المصابين بدا السكري غادي في انتشار؟ كيتزاد كيتزاد، هو في ارتفاع للاسف. حنا كنحاولوا باش نقصوا هذه الوتيره هذه. هذا الارتفاع كما قلتي جميله هو ارتفاع اللي كيشهدوا العالم كامل بنسب متفاوته على حسب الدول على حسب الشعوب لان هناك معاملات وراثيه اللي هي مرتبطه حتى بالانتساب ديال الشعوب والاصول ديالها. نسب مختلفه. حنا في المغرب جينا تقريبا في واحد المجال متوسط شي شويه. نعم، حنا ماشي دول اللي هما فيهم نسبه قليله ولكن كاين دول اللي هي فايتنا بزاف. كنتمناو ان هاد الوضعيه تزيد تحسن لا بالنسبه لنا حنايا كمغاربه لا بالنسبه للعالم كامل. نعم جميل. ربما ما بين هاد السنه والسنه الماجيه ان شاء الله فربما الشعار ديال هذا اليوم العالمي هو ولوج مريض السكري الى الرعايه الصحيه. فهذا هو ان تكون المراقبه ويكون التكلف والتكيف ايضا مع الوضع ديال مريض السكري. ربما هذا هو الشعار اللي دات عليه وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بان المغرب كيواصل الاستثمار وفي رعايه مريض السكري. علاش؟ لان مريض السكري اولا نقدروا نقولوا اليوم ان مرض السكري من الامراض اللي ماشي كنخافوا منها مي كنحاولوا اننا نخليوها مضبوطه، كنخليو ان بعد على الاقل نسب السكري في الدم تبقى مضبوطه بواحد الشكل اللي هو كبير باش ما يوصلش الانسان للمضاعفات، سواء كيف قلنا على صحه القلب او صحه الشرايين او الاعضاء النبيله في الذات ديالنا. صحيح. جميل. انتم كمختصين ملي كيوصل هذا اليوم العالمي كنعرفوا ان كيتقاموا بزاف ديال الحملات التحسيسيه التوعيه كيفنا بحال برامج عندنا هنا في شاده اف ام كنحاولوا اننا نسلطوا الضوء ونشوفوا هذه النسبه واش فين وصلت. شفنا انها غدا كتزايد للاسف ولكن طبيا حنا كنشوفوها كتزاد في العدد ديال الاشخاص. صحيح. ولكن طبيا انتم كل مره كيجيو عندكم ناس مصابين بداء السكري واش كتشوفوا ان الناس فعلا انها كتمشي في علاجاتها بطريقه صحيحه كتقبل العلاج؟ واش وليتي كتشوفوا ان التشخيص ولا كيجي شويه مبكر يعني ان الناس ولات كتشخص بكري؟ بالفعل هذه الملاحظه. اولا بعدا كنشكروا اذاعه شدا اف ام لانها اهتمت بالموضوع وماشي غير اليوم. هذه الملاحظه اللي كندوي عليها دابا كاينه انه كاين جوج الجوانب في الملاحظه. اول حاجه انه بدينا الحمد لله كنلاحظوا انه كاين تشخيصات مبكره وبعض المرات كاع مبكره جدا لدرجه انه كاين في بعض الاحيان ملي كيكون هذا الدور التحسيسي عنده واحد الامباكت عنده واحد التاثير ايجابي فكنلاحظوا انه كاين بعض الافراد اللي كيقدروا انهم يتشخصوا يعني في مرحلة قبل السكري أو ما يسمى بالشخص المهدد بالسكري. وحتى يعني الناس مصابين بدينا كنلاحظوا أنه كاين تشخيصات مبكرة يعني ملي كنلقاو مثلا أنها بداية سكري ماشي سكري اللي هو مثلا كيكون 3 سنين أو 4 سنين أو أكثر.
والانسان ما حاسش به او لا ما عندوش تشخيص، يعني كيكونوا اعراض ولكن اعراض اللي هي مهمله كنهملوها، ومن بعد ملي كنجيو كنديروا التشخيص كنلقاو البوادر ديال انه المرض كان متطور مده طويله. للاسف نسبه ديال الاهتمام وديال الالتزام ديال المرضى بالعلاجات ديالهم هي نسب مختلفه. باقي كنشوفوا للاسف ناس اللي كتشخص متاخره، ناس اللي ما كتهتمش واللي كتلقاها مثلا متبعه مده ديال اكثر من 3 سنين وباقي ما وصلتش لهذاك الهدف العلاجي. هذا الشيء مازال تنشوفوا للاسف، ولكن بالمقارنه كنشوفوا الحمد لله ناس اللي هي يعني كتحاول تفهم المرض ديالها، كتحاول تتعامل معاه، تحاول تعرف شنو هي الفلسفه ديال هذا المرض، كيفاش خصنا نتعاملوا معه طبيا اجتماعيا وحتى بدنيا. وكنشوفوا الحمد لله مره كنشوفوا نتائج طيبه اللي كتفرح. جبين، اجي نتكلموا على الناس اللي ربما عندهم التاريخ الوراثي، ربما الا جيت نشرحوا لا سمحوا لي ولا ما عرفتش واش المعلومه صحيحه، ما نقدروا نقولوا ان اليوم في كل المنازل المغربيه غتلقى شي شخص، يعني احنا ماشي في منزل في العائله غتلقى ان كاين فيها شخص او شخصين مصابين بداء السكري. واش كتشوفوا ان الناس اللي عندها تاريخ العائله ديالها فيه مريض السكري كتشخص بكري، كتمشي تقلب هادشي واش وصلنا لهاد المرحله هادي؟ هادشي هو اللي كنتمناو نوصلوا ليه، وهادشي هو اللي خاصنا نوصلوا ليه، لان هذه ضروره، ماشي غير هدف او حلم، هذه ضروره خصنا نوصلوا ليها، لان هذا هو السبيل الوحيد باش ان يكون عندنا تشخيص مبكر ويكون عندنا علاجات. لان حتى الانسان ملي كيكون عنده واحد التحسيس قبل ما يكتشف المرض ديالو، فهو كيكون مؤهل اكثر انه يبدا المجهود وانه يفهم المرض ديالو اكثر وانه يتعامل معه بطريقه ايجابيه. صح. ويكون يوصل للنتيجه اللي كنطمحوا لها كاملين، ان مرض السكري ما يبقاش تهديد على الصحه ديال الانسان. جميل، اذا شفنا اولاد ان واحد توغ على مرض السكري اليوم، وفين وصل وانتم كمختصين فين كتشوفوه وفين باغين يوصل؟ ان ربما على الاقل ولينا تنتقبلوه بحالو بحال الامراض الاخرى، واخا انهم الامراض المزمنه، ولكن على الاقل الناس ولات كتقبلو. كنعرفوا ان مرض السكري كيف كنقولوا احنا بالدارجه في كثير من الاحيان ما كيجيش شي بوحديتو، كيجيب مع امراض اخرى. هادشي علاش دائما خاصنا نردوا البال، خاصنا نضبطوه في الدم ديالنا. ارجعوا نشوفوا التغذيه، بما اننا هاد الاسابيع كلها رفقتكم، مشكور بزاف على الحضور ديالك والوقت ديالك ايضا دكتور، انك خصصتي لنا هاد الاسابيع كلها وحنا كنتكلموا على التغذيه. مازال غنشوف هاد الاطار وغنتكلم معاك اليوم على لي بيتيز اللي كنعملوا، سواء كان الشخص، لان اليوم ما غنتحدثوش فقط مع مريض السكري ولكن مع الناس كاملين، لان اي واحد فينا للاسف هو مهدد انه يكون عنده سكري، من السيده الحامل كيف كنقولوا سكري الحمل، من السكري ديال الفقس. غنرجعوا نشوف معك واش كاين ولا ما كاينش. هادشي كان لرفقتك ورفقه كل المستمعين والمستمعات، لاكيد مرحبا بالتواصل ديالهم، رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536 على شهاده فهم. من جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، وفي اليوم العالمي مرض السكري او داء السكري اللي هو 14 نوفمبر من كل عام. اكيد هذا اليوم كنوقفوا باش نشوفوا الحملات التحسيسيه واش عطات الاكل ديالها او لا، نشوفوا فين وصلنا، نشوفوا كذلك ربما النسب. اليوم خصصناه او شاد الاسره مخصص بالكامل بفقراته كلها لهذه الفئه، لان قلت انها فئه ما كتقتصرش على عائله او لا زوج، ولكن في المغرب راه ما كاينش عائله اللي ما نقدروش نسمعوا فيها ان كاين فيها شخص او لا شخصين عنده مرض السكري او حتى الاطفال ديالها. تكلمنا قبيله على درنا واحد التوغ على اليوم العالمي وشمتي مثل ليكم انتم كمختصين، ولكن دابا نجي نمشيو نتكلموا على بعض البيتيز اللي كنعملوها سواء كان الانسان مريض بالسكري او لا، لان في بعض المرات من الاشياء اللي كضر هو اننا ما كنفصلوش ما بين الاكل ديالنا والاكل ديال مريض السكري. فعندنا واحد الجمله واحد المثل وسمحوا لي غنقولوا، اللي ما قتلت سمن شحال من واحد مشات به رجعت به للخلف، ديال انك كل غير حبه، كل غير زوج، كل غير ثلاثه، معليش راه انت نقص من هنا من السكر وخذ من هنايا، ماشي مشكل هاد التميره، ماشي انا نرجع ونتكلم معك على هاد النقطه. غير هو ناخذ الحاجه امينه مرباط. الحاجه السلام عليكم. صباح الخير لاله جميله، وصباح الخير الدكتور. صباح الخير والرباح، مرحبا بك لاله. ويوم سعيد، ويوم سعيد، وانا مبارك اللي شديتوا لي في هذا النهار. مرحبا بك لاله، مرحبا بك. تفضل لاله. اولا عندي ولد اختي اليوم عيد ميلاده 14 في مرض السكر.
اولا هابي بيرثدي اسبيسا فولكي، سنه سعيده وان شاء الله يشافيه ويعافيه يا رب. امين. يوسف الشواوطه الله يحفظه الله يحفظه. امين. قلت لك الحبيبه دابا انا عندي السكر نوع ثاني. اييه. وتهنا في هذا الاطباء شي تيقول كل هذه شي تيقول لك ما تاكلش هذه وما تليناش عرفنا شنو نخبطوا. ياك. ودابا فين ما كنعبروا في الطريق كنلقاه طالح، الطريق كنلقاه هابط، وملي كنعبر داك التراكمي كيقولوا لي مزيان عندي سته. اها. دابا ما عرفناش شنو ناكلوا واش ما ناكلوش. تهنا لاله جميله تهنا. انت الحاجه الحاجه جيبيني وبينك. السكري ديالك مضبوط؟ انت كتضرب لي برايك؟ الانسولين او الفانيد؟ لا كنضرب لي برايك كاينه. والو غير 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 ريجيم؟ غير ريجيم وحيت عندي القلب. تقدر تسولها شحال السن ديالك لاله؟ شحال العمر ديال الحاجه؟ عندي واخا غنقول لك على الملا ياك. ماشي مشكل. 72 العمر كله ليك. باقا صغيره العمر كله ليك الحاجه. شحال الوزن ديالك؟ شحال في الوزن؟ الوزن ديالي 74. 74 نعم. عندي دوك الجليسيمي اللي كيكونوا طالعين ليا. هذوك اللي كيكونوا طالعين. واش عندك غير مرض السكري ولا عندك معاه شي حاجه اخرى؟ لا ما عندي، عندي الطونسيون كناخذ بزاف الادويه ديال الطونسيون. واخا. بالنسبه للشحوم الثلاثيه والكوليسترول عندك مزيانين؟ هذيك تتكون عندي طالعه. واخا. خير. نعم. كتكون 3 فاصله شي حاجه. واخا واخا. دابا انت الطبيب ديالك ما خرج لك لا 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 فانيد لا والو، يعني قال لك واش هو قال لك سيري على الريجيم على الماكله؟ قال لي غير الريجيم، قال لي غير الريجيم نقسم الحلاوه. واخا. ملي كتعبري السكر في الصباح شحال تتلقاي؟ كنلقى بحال دابا اليوم لقيته غرام 15. واخا. واضح. وكنلقى نعم الا كليت مثلا شي حاجه في النهار اللي قبل كنلقى غرام 25 زعما ما عمره بقي اقل من غرام صراحه. نعم. الماكله ديالك كي دايره؟ دابا انا السكر حيدته من اتاي. ياك الحاجة من اتاي من اتاي من القهوة ديال الخطة. لا لا القهوة ما كنشربهاش يعني. نعم. حيدتي السكر من اتاي واشنو اخر؟ اشنو كيفاش الماكلة ديالك دايرة؟ انا عندي الخطأ في الفواكه، كناكل الفواكه. شنو هما الحوايج اللي تبدلوا في التغذية ديالك الحاجة ملي اكتشفتي انه عندك مرض السكري ملي بديتي كتبعي مع الطبيب ديالك؟ شنو هما التغييرات اللي طرات في التغذية في التغذية ديالك؟ نقص السكر من غير من اتاي. اها. والفواكه كتاكليها بزايد؟ كل الحلاوه ما بقيتش كناكل الحلوه وديك هادشي كاع نتاسى ديال الفطر ما كناكل. واخا. الخبز لي بات نقص لا لا ما كناكل لا لي بات لا روز لا والو. ونقص الثمن الخضره. واخا. اها. كتاكل الخضره بزاف؟ كناكل الخضره شليله ديما خضيره مبخره ديما. ولكن عندي واحد القضيه دكتور انا مزوقه فيك كرشيتي ما كتنفق عليا. واخا. الغازات ياك. واش كتاخذي السلطات بزاف؟ الورق حيت هما كيديروا شويه لي غاز. واضح؟ واضح السؤال ديالك الحاجه امينه. اول شيء شكرا لك وتحنا كنباركوا. قلتي لي يوسف واوطا يوسف انا مزوقه فيكم يوسف يوسف اول شيء سنه سعيده جويز انيفيرسير ليك ولكاع الوليدات اللي مسجودين اليوم. شكرا لك وشكرا موصول لكل الناس اللي غيقدروا يتواصلوا معنا في اليوم العالمي لداء السكري. مرحبا بالتواصل ديالكم على 0522 36 0536. ملي تنتكلموا على الاشياء اللي كنديروها واللي ربما كتكون غاده مع العادات الغذائيه ديالنا اننا كنقولوا لا هاد الانسان عنده مرض السكري اجي ما نفصلوش معنا ما نفصلوش على المائده ديالنا هو مزيان ولكن بعض المرات كنبداو حنا نزيدوه كل هادي دير هادي دير هادي هاد العادات هادي ديال القيم العادات ديال اننا تنطلبوا منه ماشي مشكل ياك اليوم كامل ما خديتيش السكر في اتاي وماشي مشكل دوز غير بهاد الغريبه بهاد الحلوه بهذا نشجعوه كان بعض المرات تتكون بنيه حسنه كتكون هي حسنه هذاك هذيك هي 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 علاقه هي هو تصرف اللي نابع من واحد العاطفه ايجابيه صح ولكن للاسف ماشي ما موجهاش في اتجاه ديال المصلحه ديال 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 الشخص المصاب باش ما نبقاوش نسميو المريض هو شخص مصاب بداء السكري خاصو يكون عنده واحد المجموعه ديال الاحتياطات اللي كنا ديجا ذكرناها في الحلقات الفارطه
ان التغذيه ديالو خصها تكون متوازنه. حنا نعم. يعني ركزنا بزاف على الاساس ديال انه ما كاينش الحرمان ولكن كاين التوازن، فهذاك التوازن خصو دائما يبقى قدام عينينا. كاين بزاف العادات او المبادئ اللي عندنا في المجتمع، انه الانسان ملي كياكل خصو يكمل التبصيل، خصو ما يخليش الماكله تشيط الى اخره. اكرم الطبق. اكرم الطبق صحيح. هاد المساله هذه ما كنظنش ان عندها اصول، ولكن كتبقى ان 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 دائما احنا ماشي يعني ماشي مراجع دينيه، ولكن يمكن نقولوا انه في الدين ديالنا المصلحه كتغلب. كتغلب المصلحه ديال المريض هو انه ما ياكلش بزاف، ماشي المصلحه ديالو انه ما يخليش الماكله. فبالتالي خاصنا كاين شي حوايج اللي ما خصناش ناخذوها كمسلمات ونبقاو نطبقوها بطريقه مبالغ فيها. واصلا التقسيم كاين للنفس وللمشرب وللاكل، يعني الاكل يعني ان يعني الحوايج اللي كتدعينا اننا ما ناكلوش بزاف هي اكثر من الحوايج اللي كدعينا اننا نزيدوا في الماكله الا كانت صحيحه اصلا. نعم. لان هذه المساله هذه تناقش. فبالتالي هذا الشيء كاين لدرجه انه تيقول لك راه غير موت وحده اللي كاينه، يعني كيمشيو بعض المرات الناس ملي كتبدا دير شويه الالحاح كيقول لك لا غير موت وحده اللي كاينه. راه غير موت وحده اللي كاينه ايه، ولكن حنا راه المشكل ان يعني حنا مرض السكري راه ماشي هو المعاش اليومي كمعاش صحي، راه هو المضاعفات المستقبليه. صح. يعني هذاك الالتزام اللي كنطلبوا من المريض السكري هو التزام ديال الوقايه المستقبليه. اما الانسان راه يقدر يكون عنده حتى 3 غرام وكيكون جالس معاك تيهضر معاك عادي ما تضر حتى شي حاجه. صح. ما كاينش، وهذا هو هذا في حد ذاته مشكل، لانه ما تيحسش هو بداك التاثير ديال داك الارتفاع ديال السكر عنده في ديك اللحظه او لا حتى في ذاك النهار. امتى كيبدا يحس؟ ملي كيكون دوز واحد المده طويله بهاد العبارات هادو، ديك الساعات كيبداو كيكونوا المضاعفات التراكميه بدات، وبالتالي كيولي كيحس براسو مثلا كيبدا يدوخ كيبدا يعيا اكسيتيرا. هاد الشيء غادي نعطيو غير للناس واحد المثال بسيط، مثال بسيط غير كتشبيه باش الناس تفهم اشنا هو الدور ديال الوقايه ولا ديال الاحتياطات اللي كنطلبوا من الناس باش يديروها. هو نفسه كيشبه بزاف لهذاك المجهود اللي كيديرو العامل او الموظف اللي كيساهم بواحد القسط من الصالير ديالو باش كيوجد لا روتريت. فهذاك الشخص راه دوك الفلوس ما زيدي ما يعني ما شيطنش عليه، ولكن هو تيضحي بهم وتيعطيهم كل شهر. صح. كاقتطاعات باش كدار في واحد الصندوق، اللي هذاك الصندوق ملي غادي يوصل هو واحد السن اللي ما يقدرش على العمل غادي يكون عنده واحد المدخول. فنفس نفس الشيء كنطلبوه من مريض السكري، كنطلبوا منه انه واحد اللذه ولا واحد النشوه بغى يديرها غذائيه كنحاولوا انه يضحي بها شويه، ماشي غير انه غادي يمنع راسو كامل. صح. وانما كنطلبوا منه انه يدير واحد المجهود يومي متراكم باش ملي كيوصل لواحد السن متقدم تيكون دوز واحد المده طويله من هذاك المرض السكري ما يكونش هذاك التاثير ديالو السلبي على الصحه ديالو، فبالتالي كيلقى الصحه ديالو باقا قدامه. هذا هو المبدا. الناس خصها تفهم انها اي مجهود كديروا اليوم فهي كديروا كاستثمار في واحد صحه مستقبليه باش يحافظ عليها وباش يوجدها وباش يلقاها قدامه. هذا مبدا مهم بزاف. المساله الثانيه هو انه ما كاينش الحرمان في سميتو في مرض السكري من ناحيه التغذيه، كاين توازن. يعني حتى ملي كنبغيو نديروا هذوك اللي سميتيهم لي بيتيز، انا بعض المرات صراحه خصهم يكونوا مقننين، حيت المشكل الكبير هو انه مثلا كنقولوا ان الشخص المصاب كان في حفله او كان مناسبه في الدار، كان في مثلا في شي عرضوي عيد ميلاد ديال مثلا ديال ولده ولا ولد اخته ولا هذا، وكتلقاه واكل طرف قداجناو ديال الحلوى وجايب سكر. ملي كتعبر كتلقى لاباري ما وصلش ليه العبار، فحتى هذيك الفرحه ديال الحفله يمكن نقضيوها غير بدغمه ولا جوج ديال الحلوى ديال الكاطو كنتبننوها وكناكلوها بشويه علينا سيف، غيرها هي نورمالمون ما خصهاش تكون كاساس، ولكن هذاك الاستثناء راه كنسمحوا به لانه كاين واحد الجانب نفسي غير هو خصو يكون معقلا، ما يكونش اكسيسيف. ماشي غير الانسان جات المناسبه وكتلقيه واكل الحلوى اكثر من الاخرين. صح. فهمتيني؟ هاد المساله هذه ديال الحلوى راها سائره بالنسبه لجميع الناس. حنا ما كنقولوش انه راه خاصه مرض السكري، انما مرض السكري هو اللي عنده هذاك التهديد
اكثر من الاخرين. نعم اجي نتكلموا على واحد النقطه ديال هاد اللي مقصود الكاتو اللي كياخذوا الناس في مناسبات او لا في اعراس او لا شي حاجه قريبه. كاين بزاف الناس كيقول لك ماشي مشكل انت خذ هادي وسير تمشى حرقه، خاصه الشخص اللي عنده داء السكري تيقول له تقدر تاخذ هذه حلوه ولا شي حاجه، ولكن تمشي دير واحد شويه ديال لا مارش اولا. واش هذه الخطه ساريه المفعول ولا مره في شحال الانسان فعلا الى ضعاف قدام واحد الحاجه؟ خاصنا نفرقوا يعني بطريقه واضحه ما بين ما هو متكرر ما هو استثنائي. نعم ملي كنهضروا على شي حاجه اللي هي استثنائيه هذاك الاستثناء خصو يكون ما بين شحال وشحال. يعني ما خصوش يكون استثناء كل نهار دير استثناء حيت اليوم الصباح ولا غدا حتى العشيه ندير استثناء. لا الاستثناء تيكون مناسبه يعني كيكون مره في شهر مره في شهرين كأقصى حد مره في شهرين كما قلتي او ثلاث شهور. يعني كتكون ملي كتجي ديك المناسبه اللي هي فيها واحد الجو اجتماعي عائلي اللي ما كنبغيوش نحرموا الشخص من انه يحس بداك الجو العائلي او يستمتع لانه التغذيه عندها بزاف الجوانب كيف ما تتعرفي جميله. كاين الجانب الغذائي يعني من ناحيه المكونات الغذائيه واللي كندوي عليها دائما، وكاين الجانب ديال النفسي ديال اللذه اللي كناكلو ملي كانت كتعجبنا واحد الطبق وكنستو بالمتعه الى اخره. كاين الجانب الاجتماعي والعائلي ديال اننا كنا كنتجمعوا وكناكلو، يعني حتى ملي كيجيو عندنا الضياف ولا كنتلاقاو مع صحابنا ولا كنتلاقاو مع اي حد عزيز علينا، من اول حوايج اللي كنفكروا فيها هي مشروب اولا غداء. فهمتي؟ فبالتالي هاد الجوانب هادو كلها هذه جوانب اللي كنراعيوها في التغذيه بالنسبه للمريض السكري. ملي كتكون مناسبه كي حتى هو تيحاول يعيش داك الجو العائلي وداك المناسبه ولكن بطريقه معقلانه، ما خصناش نطلقوا العنان ونديروا الفضايح. هنايا ما جاوبتينيش واش فعلا كنجاوب لان هذه كانت غير مقدمه. الا خدينا كمثال هاد السيده اللي اتصلت من الرباط فهي ما كتاخذش الدواء ولا حتي راه عطاتنا مجموعه ديال الاحتياطات وديال ديال ديال التصرفات الغذائيه الصحيحه. كتعطينا كتقول لك راه مره كتاكل شي حوايج ماشي هما هذوك، راه كيطلع لها مره السكر، ولكن هذاك التاثير بما ان المساله ماشي متكرره بطريقه يعني مسترسله، فبالتالي ما كيكونش داك التاثير السلبي على العبارات ديالها وعلى الصحه ديالها بالتالي. فملي كيكون وعاوتاني كاين مساله اخرى انه الكميه الطاقيه كنا دوينا عليها في الحلقه اللي فاتت الى عقلتي، ان الكميه الطاقيه راه كتختلف ما بين مريض سكري ومريض اخر. أكيد. على حسب الوزن ديالو، على حسب الطول ديالو، هو على حسب السن ديالو، على حسب يعني الاقدميه ديال السكر ديالو. الا كان شخص اللي هو باقي صغير يعني باقي جون في مقتبل العمر يعني في بدايه السكري وعنده يعني عنده واحد القدره على المجهود العضلي وما عندوش يعني واحد السكري متطور يعني مازال ما وصلش انه يحتاج ادويه كثيره اكسترا، يقدر يكون هذا حل، ولكن كيف ما قلنا ما يكونش هذا تصرف يعني متكرر جدا، خصو يكون مساله استثنائيه. كانت مثلا واحد المناسبه ولا جات شي ظروف اللي خلات انه تعرض مثلا لديك الوضعيه وكلا شي حاجه، يمكن يدير مثلا نشاط عضلي من وراه، ولكن ما يكونش هذا تصرف اللي هو نعتبره كاساس صح. يعني دائما نطبقوه، يعني ماشي معادله اللي هي صحه دائما كل نهار. هذا هو اللي بغيت ناكد عليه. نعم اجي باش نعطيو حتى خلاصه للناس، اجي نتكلموا على وجبات المريض السكري. يعني الكادو اللي غتعطي للناس اليوم الا جينا نتكلموا على الفطور ديالهم اشنو خاصو يكون في الوجبه ديال الافطار ديال مريض السكري، سواء النوع الاول او الثاني او للانسان اللي يلاه بدا السكري او للانسان اللي واخد احتياطه يعني باش ما يتصابش مرض السكري لان عنده في العائله ديالو مريض سكري. غير باش نبسطوا للناس باش ديما تبقى عندهم هما رؤيه واضحه، باش الانسان لان كيف ما قلت لك الجانب الذوقي والجانب المتعه الى اخره والقدره الشرائيه كاين بزاف الحوايج اللي كتدخل في النظام الغذائي. فالمبدا الثاني من بعد انه يكون توازن هو انه يكون نسبه الطاقه او لما يكونش غني بالطاقه. فبالتالي المواد اللي هي غنيه بالطاقه كاين جوج، كاين النشويات او السكريات بعمومها، كاين السكريات بما فيها النشويات كجزء كبير بالخصوص عن مرضى السكري بالنسبه للاغلبيه لانه خصنا نتفاداو الحاجه اللي حلوه بزاف. والجانب الثاني اللي غني بالطاقه هو الدهنيات. فمني كنحاولوا نديروا وجبات متوازنه اللي كتحقق لنا الشرط ديال انه يكون غداء او تغذيه قليله الطاقه، خاصنا نقصوا من
من السكريات وبالتالي من النشويات، وخصنا نقصوا حتى من الدهون. لهذا بالنسبة للمرضى السكري في العموم كمعدل عام كنقولوا أنه بالنسبة للدهنيات كنحاول نفضلوا زيت الزيتون، وكناخدوا جوج معالق كبار في النهار ما بين تغماس ما بين الطياب ما بين يعني في الأكل اليومي خاصنا جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون باش كنستافدوا من الفوائد ديالها بلا ما يكون نسبة كبيرة ديال الطاقة لأنها غنية بالطاقة. والخبز والعجائن يعني بصفة عامة النشويات بما فيها فصيلة الحبوب على شكل على كامل الأشكال ديالها بما فيها مام الشوفان وخا أنه غني بالألياف ولكن راه فيها النشويات. فهاد الفئة هذه بالإضافة إلى السكريات اللي فيها أو الطاقة يعني اللي هضرنا عليهم الحمص والعدس إلى آخره، وكنا دوينا القطاني اللي كنا دوينا المرة اللي فاتت على البصارة في الفطور إلى آخره. فهاد الفئة هذه خصنا نحاول نقصوا منها يعني بصفة كبيرة جدا عند مريض السكري، فبالتالي نحاولوا أن نركزوا حتى على الخضار كدار في الفطور. فهمتي كاين خضار طرية طازجة اللي كتكون سريعة الهضم وخفيفة بحال الخيار مثلا بحال البسباس الا كان مثلا مسلوق او مفور. كاين خضار اللي هي بسيطه واللي هي خفيفه في المذاق ديالها يعني ما عندهاش واحد الكوفور اللي كتقدر تجي سهله في الفطور كنقدروا نستعملوها في الفطور ونستعملوا البروتينات ايضا. نعم. يعني ضروري غادي يكون واحد شويه ديال النشويات، حنا ما تنقولوش انه ما يكونش، ما قلنا النسبه انها تكون قليله. يعني نحاولوا باش نوازنوا نقصوا من النشويات ونحاولوا نزيدوا في الخضروات وفي البروتينات. يعني الحاجه اللي فيها الياف نكثروا منها بالضروره لانها مفيده للجهاز الهضمي، وحتى الالياف ملي كتكون هي مفضله اكثر عند مرضى السكري لسببين. اول حاجه انها كتقلنا الهضم ديال السكريات وبالخصوص النشويات، كيزيد يتهضم ببطء فبالتالي ما كيعطيناش هذاك الافراغ ديال السكر في الدم بطريقه سريعه، وكيكون داكشي بالتدريج. كنحاول بهذا كنحافظوا على نسبه ديال السكر كتكون مزيانه بطريقه متواصله. نعم. السبب الثاني هو انه مرض السكري كمرض كيأثر لنا على الجهاز الهضمي عن طريق الجهاز العصبي ديال الجهاز الهضمي، فبالتالي كيكونوا اختلالات في الجهاز الهضمي، وحنا هاد الاختلالات الا ولفنا ناخذوا الالياف كنحاولوا نتفاداو هذاك التاثير الوظيفي اللي ناتج على هاد الاصابه على هاد مضاعفات مرض السكري، لانه مرض السكري كيصيب جميع الاعضاء في الجسم. نعم. هنا ملي كنتكلموا على ان الناس في الفطور ديالها تدخل مثلا خضروات كيف قلتي بحال البسباس بحال الخيار كاين فوالا الفقوس هادو كلها امور كسلطه يعني انها تقدر تدخلها. زائد الكربون اللي كنتكلموا على الخبز ان يكون الخبز الكامل طريف صغير اولا ديال القمح ديال القمح ما يكون لا مضاف ليه لا سكر لا والو. نحاول نزيدوا النخاله يعني حتى الا كانت مثلا عوض ما نديروا غير النخاله الطبيعيه ديال داك الدقيق اللي عندنا، نقدروا ناخذوا النخاله ونضيفوها كاضافه والا. فبالتالي غادي يكون يعني غني اكثر وغيجي على الهضم غيجي اسهل اسهل. البروتينات كاين ناس اللي غياخذوا بيض ياخذوا البيض فوالا. وفي المشروبات نحاولوا غير نتفاداو بالنسبه للبيض نحاولوا نتفاداو البيض المقلي لانه حنا غادي نستهلكوا الزيت معاه، ولان القلي كنا دوينا عليه المره اللي فاتت هو طريقه الطهي ديالو ماشي متناسبه كتطلع لي تريغليسيريد وكتطلع حوايج اخرين، فبالتالي من الاحسن انه يكون طريقه اخرى. نعم. دونك ياخذوا مسلوق اولا شي حاجه من هذا القبيل. نعم. زائد الشاي اولا القهوه اولا هذا بدون سكر فوالا. والعصير ممنوع لانه كنا دوينا المره اللي فاتت ان العصير كتكون السكر طالع بزاف، وهذيك يعني حتى داك الفاكهه اولا هذا يقدر يكون فاكهه تقدر تكون نص فاكهه باش نقدروا مثلا ناخذوا نص الاخر مثلا في وقت اخر الا بغينا. مي الفاكهه ماشي ممنوعه، اللي ممنوع هو العصير لانه العصير الطريقه اللي كتطلع السكر بزاف، لانه هذاك السكر اللي خصو يتهضم حنا ما كنحتاجوش نهضموه كنطحنوه، ملي كيتطحن كيتلي بيرا يعني كيوجد وبالتالي كيكون
كيكون تيتمتص في الداتا ديالنا دغيا وكيتمتص بسرعه وكيطلع السكر دغيا، وهذا الشيء ماشي مزيان للمرضى السكر. نعم. ما بين الوجبه ديال الفطور والوجبه ديال الغداء هنا ناكلوا فاكهه غريغيات. هو الدراسات بينات انه من الاحسن انه الا كنا ناخذوا شي حاجه ناخذوها مع الوجبه، ماشي وسط خارج، ماشي خارج الوجبه ولا. ماشي بين الوجبات الا الا اذا كان مثلا اهراض ديال مثلا انسان دار مثلا مجهود او لا تمشى او لا هذا وحس بالسكر ديالو بدا يتهني، يعني بداو كاهراض ديال مثلا ديال نقصان يعني السكر، نسبه السكر في الدم، هنا كيكون مسموح ان الانسان ياخذ شي حاجه اللي حلوه مثلا فاكهه بالخصوص. الوغ الا كان السكر هابط بزاف وعبرناه وتاكدنا يمكننا ناخذ تمره مثلا او لا شيء ماشي من هذا القبيل، والا كان يعني غير احساس بسيط والانسان ما مستانسش مزيان مع يعني مع النسب ديال خاص خاف لي ينزل لي اولا لي هذا، كاين الناس اللي كيكون عندهم السكر قديم شي شويه ما ملي كيوصل عنده هو الغرام فاصله 5 او الغرام فاصله 7 او الغرام فاصله 3 يعني باقي في حدود ما يسمى بالنسب طبيعيه فوالا. يعني ماشي نسبه اللي هي غير طبيعيه كيكون هو كيهبط لان دات ولفات واحد العباره طالعين، فملي كيبدا يدير المجهود كيحس بهذاك سميتو كيحس بذاته بحال لا كاين السكر غادي يطيح له وهو ما طيحش. فهنا باش الناس تسنس كان ياخذ مثلا 4 تفاحه ولا شي حاجه بسيطه غير باش ما يزيدش التمر باش الدات ديالو تحس بديك الاريحيه شويه باش يلاه يتسنس مع تدريج مع داك العبارات الطبيعيه اللي كتكون شويه منخفضه، ماشي حيت باش نهضروا بالدارجه كاين السكر اللي هو نازل وكاين السكر اللي طايح، هذاك اللي طايح راه هو غير طبيعي يعني قل من نورمال، قل من ما يلزم ان يكون، قل من الهدف العلاج كنقول قل من غرام يعني كتكون 70 قل 70 ملي كنهبطوا على 0.70 هنا كندخلوا في ما يسمى بليبوغليسيمي يعني نزول او انخفاض ديال يعني نسبه السكري كبير في نسبه السكري في الدم بخلاف ما بين 0.70 وغرام فاصلة 10، هادو اللي هما قياسات طبيعيه اللي كنطمحوا ان نوصلوا ليها، بعض المرات ما كتكونش الجسم مستانس عليها وكيحس بداك اما الاعياء اما بحال السخفه اما تشاشه في الشوف او شي حاجه، يعني ديك الاعراض ديال ليبوغليسيمي ديال نقصان مفرط. حنا مازال ما وصلناش نقصان مفرط، كيحس بالمريض بدوك الاعراض باش نسولاجيو من هذوك الاعراض باش يخفف من هذوك الاعراض، كيقدر ياخذ شي حاجه اللي هي حلوه ولكن بواحد الطريقه اما مثلا هي وقت مسوس او لا 4 تفاحه شي حاجه اللي يلاه غير غادي تحرك هذا السكر فواكه جافه لا اولا فواكه جافه، ولكن هي فواكه جافه ثقيله شويه في الهضم فهو باش يتفرج دغيا. انا كنصحهم ياخذوا اما 4 ليمونه او لا 4 تفاحه اللي هي سهله باش تنضخ سهله باش تهضم مزيان وحتى السكر ديالها قليل، فبالتالي يلاه مثلا الا خدينا حك ديال الياغورت مسوس راه فيه 5.5 ل 100 غرام ديال الياغورت مسوس، فيها 5.5 فيها 5 غرام يعني ديال 110 اللي هو متداول في السوق، فيه 110 غرام فيه 5.5 غرام ديال السكر يعني راه ماشي والو يعني تقدر تعدل ليه كتعدل كافيه باش تعدل له باش تطلع له السكر شي شويه باش يحس هو انه مرتاح صحيح. دونك حنا ربما هذه الاسابيع كلها حنا كنتكلموا على داء السكري ومرض السكري والتغذيه، وهذا اليوم كانت غير تكمله. كنشكرك بزاف كنتمنى الناس يكونوا استفدوا من هذه ان شاء الله اكيد، ونتمنى لكم ذكرى طيبه وصحه وعافيه ان شاء الله متواصله، ونتمنى ان الناس المصابين بمرض السكري يكونوا استفدوا ويكونوا ان شاء الله خداو شويه الحماس اكيد، وكيف كنقولوا نكونوا كنا قد المسؤوليه ان شاء الله. كنتمنى هذه النسب اللي ربما غادوا تترتفع اننا المره الماجيه في 14 نوفمبر ان شاء الله نلقاو اننا النسب انخفضت او على الاقل ماشي بحال دابا، وتنشوفوا حتى التشخيص يكون بوتيره اللي هي اسرع. كنشكرك بزاف على الحضور ديالك واكيد سمعات مازال يمكن لي دائما في الموضوع ديالنا داء السكري في اليوم العالمي للمرض السكري. مرحبا بالتواصل ديالكم دابا شويه على 0522 36 0536، نتكلموا على الاعراض والاسباب ونشوفوا حتى طرق العلاج واش كاينين شي اساليب جديده او لا. رفقه الدكتوره هدى عفالي اخصائيه في امراض الغدد السكري دائما على شدايف فهم نسولوا على صحتنا اكيد من خلال برنامج شادة الاسره. مرحبا دائما بالكل دائما على شدايف فهم، مرحبا بالتواصل التفاعل ديالكم من خلال الرقم ديالنا اللي هو
05 22 36 05 36. مرحبا بالتواصل ديالكم دائما، واكيد مرحبا بالاراء ديالكم في مواضيعنا المختلفه. اليوم غيكون موضوع واحد اللي هو اليوم العالمي لداء السكري. بدينا في البداية من خلال التغذية وشفنا ربما الأمور اللي خاصنا ناخدوها بعين الاعتبار وخاصنا الاحتياطات بالإضافة لهذه الأمور كلها. كنا تكلمنا على كيفاش ممكن أن الإنسان أنه يقاد المكلة دياله. دائما بزاف المختصين كيطلبوا أن ماشي نمشيو في الحرمان، ولكن على الأقل نمشيو في التوازن ونمشيو ونعرفوا ما لنا وما علينا، خاصة الإنسان اللي مصاب بداء السكري سواء كان جديد أو لا، يعني قديم أو لا من الأول أو لا النوع الثاني. نكملوا دائما في هذا الإطار ونسولوا على صحة مريض السكري من خلال الدكتورة هدى عفان اللي هي أخصائية في أمراض الغدد السكري. مرحبا بك. صباح الخير جميعا. صباح الخير مستمعي شادة. مرحبا بك. والله يشافيك، الله يجيب الشفاء إن شاء الله. آمين آمين آمين. دونك احنا في كل يعني 14 نوفمبر كنتكلموا على مرض السكري أو داء السكري، وكنحاولوا نشوفوا يعني فين وصلنا اليوم. سنة جديدة عاود، يعني أكيد غنوقفوا على بزاف ديال المحطات، نشوفوا التحسيس واش عطى الأكل ديالو أو لا. أنتم كمختصين وأطباء في أمراض الغدد والسكري بالتحديد، كيفاش كتشوفوا التطور ديال مرض السكري اليوم؟ لربما أنتم الأقرب. للأسف كاين ارتفاع في العدد ديال الحالات اللي عندها مرض سكري، إما النوع الأول والنوع الثاني، وأيضا الحالات اللي في المرحلة ما قبل السكري هي في ارتفاع مستمر اللي هي مهددة بالسكر. دونك حاليا في المغرب على حسب بعض الإحصائيات، الإحصائية الأخيرة كان 1.2 مليون، دابا 2.7 ديال المليون ديال المغاربة اللي عندهم مرض سكري، وهذه إحصاءات ماشي مضبوطة 100% ولكن تقديرية. والمرضى اللي عندهم ما قبل السكري كي واحد الحوالي ديال 2.2 مليون ديال المغاربة. نعم. يعني هادو حتى هما يقدروا يزيدوا في الخانة ديال المرضى السكري. بالنسبة للأطفال الحاملين المرض السكري هما نقدروهم تقريبا بواحد 20,000 ديال الطفل اللي مريض مرض السكري، وهاد الأعداد هي كما قلت ماشي مضبوطة، غتكون كتر، ولكن ديجا هاد الأعداد راه للأسف في ارتفاع مستمر. راه أعداد مخيفة. تماما. نعم. مين تنشوفوا أننا ربما من سنة لسنة وفي هاد اليوم بالتحديد دائما كنطالبوا كنقولوا يا رب أن يكون العدد منخفض. شنو هي الأسباب اللي كتخلي في نظركم أنتم كتخلي أن النسب كل مرة كتزاد؟ الوغ نهضروا على نمط الحياه والركيزه ديال الصحه ديال الانسان في جميع، زعما ملي ما تبقاش نمط الحياه جميع الامراض كتقدر تبان. نعم. يعني من السكر، من الضغط، من الامراض السرطانيه، من هشاشه العظام، جميع الامراض اول حاجه كتبدا من غير الوراثه، من غير المكونات ديال الذات ديالنا والذات ديالنا كيفاش كتستجيب لهاد الاختلال في بعض الوظائف اللي كتخلي هاد الامراض تبدا. كاين ايضا نمط الحياه ملي ما تيبقاش سليم كيتسبب في الامراض، وهو السبب الرئيسي باش كيبان مرض السكري. انا تنهضروا دابا على السكري النوع الثاني خصوصا لانه كيشمل 90% من امراض السكري. السكري النوع الاول تيبقى الوراثه اللي عندها دور كبير. السكري النوع الاول هو كيشمل 11% من مجموع مرضى السكري، وهو ناتج عن خلل في وظيفه ديال البنكرية، لان المناعه كتوقع فيها اختلال كيبدا يهاجم البنكرية. والبنكرية ما كيبقاش يفرز الانسولين، ونذكروا ان الانسولين هو الهرمون اللي كيعدل نسبه السكر في الدم ديال الانسان. نعم. مازال نرجعوا نشوفوا تعريفكم عاود مره اخرى، علاش لا؟ لان ملي تقولي ان النسبه ديال تقديريا 2.2 يعني 2 مليون لا، انا كنهضر على الناس اللي البري ديابيت، يعني الناس اللي مقبلين انهم يكونوا عندهم السكري 2.2 قلتي لي المليون نسبه تقديريه، ربما تقدر تكون اكثر. فهنا خاصنا فعلا نعاودوا نذكروا بالاعراض ونذكروا بالاسباب ديال سواء الاعراض بعد بالنسبه للنوع الاول او للنوع الثاني. واكيد مرحبا بالاسئله ديال كل مستمعين ومستمعات، رقمنا نذكر به 05 22 36 05 36 على شاده فام 05 36. في اليوم العالمي لداء السكري شفنا ان النسب غدا كترتفع سواء الناس اللي مصابين به او الناس اللي مهددين بالاصابه به، يعني عدد ماشي تقديريه ولكن راه تقدر تكون اكثر. سولتك قبيله قلت لك على اجي نعاودوا نعرفوا بالمساله ديال الاعراض سواء السكري اللي كتبان على الناس اللي عندهم النوع الاول او النوع الثاني. غير هو ناخذوا سي بوهراوه من تازة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا سيدي، تفضل. الله يجازيك بخير. عندي مدام عندها السكر اييه، وبغيت نشوف
يعني شنو الوقايه اللي غتبقى دير كما يهبط السكور ديالها. نعم سي بوهرابا، واش المدام ديالك عندها السكر كتاخذ الفانيد ولا كتاخذ الليبره؟ لا الفانيد. اها شحال شحال من عام دابا؟ والله العظيم دابا راه شي 4 سنين ولا 5 سنين. والسكر ديالك كيتقاد ولا لا؟ مره كيتقاد مره كيطلع. نعم عندك لي سؤال؟ شحال نسبه الخزان اللي دارت السيده ديالك مؤخرا ديال 3 شهور؟ شحال قعدت الخزان؟ 9. ضعفت في الصحه ديالها؟ طيحت في الوزن مؤخرا؟ واه نعم صافي هاد الاسئله اللي نقدروا واضح. شكرا لك بزاف وغتبقى معنا ان شاء الله في الاستماع باش تاخذ الاجابه ديالك من خلال الدكتوره هدى عفان. واكيد مرحبا بالاسئله ديال كل المستمعين والمستمعات على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. اجي نتكلموا ونذكروا بالاعراض. الوغ الاعراض ديال مرض السكري هي الاعراض الرئيسيه اللي كتنتج عن ارتفاع نسبه السكر في الدم. اول حاجه فاش كيرتفع السكر في الدم كتولي داك العطش كيولي كثير، يعني كثره العطش اللي كتنتج عليه ايضا كثره التبول. يعني واحد كيولي يشرب بزاف وكيتبول بزاف. من بين الاعراض اللي كاينه بزاف هي فقدان الوزن. علاش؟ لان نورمالمون كيفاش السكر اللي كناكلو فين كيمشي؟ كيدخل باش كتغذى به الخلايا ديال الذات. ملي الانسولين كتنقص ولا كتكون الوظيفه ديالها ما بقاتش كما الاول، هذاك السكر كيبقى طالع الخلايا ديال الذات ما كتلقاش منين غادي تغذى. دونك الخلايا ديال الذات منين كتجيب السكر كتولي كتذوب الخلايا الدهنيه باش كتجيب منها السكر. دونك ملي ذاتنا كتولي تجيب السكر ماشي من السكر اللي كاين في الدم اللي طالع، كتولي تذوب الشحمه باش تاخذ السكر، كيبدا الانسان كيضعف. دونك هذاك الشيء علاش يكون فقدان الوزن في مرض السكري، لان هذا النوع الثاني. النوع الثاني حتى النوع الاول. ايضا ملي كيبقى الذات كتجيب المريض ما تعرفش ولا يكون قدر ما عارفش هاد الاعراض، كثره العطش، كثره تيكون لا اما الصهد يا اما هذا يا اما ضعافيت كنتحرك سورتو عند الاطفال. ملي كيبقاو هاد الاعراض تتولي ارتفاع حمض الاسيتون. حمض الاسيتون هي لا قدر الله هي الماده اللي كتفرز واللي كتقدر يغيبوا بها مرضى السكري، خصوصا عند الفئات الصغرى اللي هي الاطفال. هادو هما الاعراض الرئيسيه اللي كتكون عند مرض السكري. للاسف في بعض الاحيان خصوصا عند النوع الثاني كيتم اكتشاف مرض السكري في المرحله ديال المضاعفات. يعني واحد الانخفاض الحاد في النظر عند الانسان اللي على ضوءه كيمشي عند مختص في امراض العيون باش يشوف علاش نقص ليه الشوف ديالو، ولا بدات كضباب على عينيه، ولا بدا الخيال الكحليان تسميوها بحال دبانه. ملي كيمشيو يفحصوا على العيون ديالهم كيلقاو ان تقلع الشبكه ديال العين. صح. اللي كت المختص كيكون السبب ديالو، المختص كيشك تقلع الشبكه يعني السبب الرئيسي هو مرض السكري. ملي كيدير تحليل السكري كيلقى ان السكر بادي، يعني السكر قديم اللي ما فيش الاعراض، ما كاينش، ما بانش الاعراض، بانت في مرحله ديال القصور ديال عفوا تقلع الشبكه. ايضا كيقدر يبان في قصور الكلوي. يعني بعض المرات يكونوا تحاليل اللي كيداروا مثلا قبل الجراحه، من بين التحاليل كيدار على اي جراحه، يعني المراره، الحلاقم، اي جراحه كيدار واحد التحاليل قبل الجراحه، كيداروا مثلا تحاليل ديال الكلي ولا ديال السكر، يقدر يبان في مرحله ديال القصور الكلوي، يعني الكلوي بداو كيموتوا بالسكر. وايضا من بين الاسباب ولا العلامات اللي كتقدر تبين مرض السكري هي قدم السكري. نعم. ملي كتكون شي جرحه كتعطل باش كتبرى، ولا لا قدر الله رجل كتبدا شويه كتقيح ولا كتبدا تكحال ولا هذا، هنا كيبان مرض سكري في المضاعفات. بعد العلامات اللي كتكون بزاف عند النساء هي علامه غير مباشره وبزاف النساء كيهملوها، هي هذوك لي شامبينيون ولا هذوك الالتهابات الفطريات المهبليه اللي كتكون عند المراه اللي كتحس بالكحه ولا الماء اللي كيبدا يدوز بزاف، ما كتقول غير كتعرض كيبدا يدوز، كتاخذ دواء من الصيدليه وكتبقى عاوتاني يجيها بزاف المرات، ولا كيجيها الحريق ديال البول بواحد المرحله كتكون كل مره كتجيها. هذيك الساعه ملي كتمشي كتاخذ دواء، بزاف النساء كياخذوا الدواء راسهم من الصيدليه، ولكن هذاك التكرر ديال هذوك لي زيبيزود ديال لي انفيكسيون ملي كيجيهم هذيك التعفنات الفطريه بواحد الوتيره متكرره وكيمشيو يفحصوا عند اختصاصي في امراض النساء والتوليد، هنا فين كيشكوا ان يقدر يكون مرض السكري كدير تحليله وكيبان مرض السكري. عند الاطفال نذكروا ارجع معاك ناخذوا عند الاطفال غير هو باش ما نخليوش خديجه تسنى بزاف. خديجه من طنجه. خديجه السلام عليكم. السلام ورحمه الله اختي جميله، كيف دايره لاباس؟ الحمد لله. مرحبا لاله. شكرا للدكتوره، الله يعطيك صحتك. مرحبا. خليك، عندي الغدد. اييه وعندي الغدد وبغيت نسقسيها، واش الغدد عندي، واش الغدد ممكن يتركب عليهم السكر؟
وانا دابا هاد الايامات عندي تنميل في صبعاني في يد غير اليد الشمال تنميل في الصبعان ديالي وتياكلوني تياكلوني تبقى نحكم حتى تبقى نحكم ولكن ما كاين لا قشره لا والو. سقسيت قالوا لي يقدر يكون عندك السكر. انا السكر الله شي شهر هادي باش درت تحليلات السكر عطات لي قالت لي مولات الغدد جيب لي تحاليل السكر وديتهم ليها قالت لي ما عندكش. دابا بغيت نسقسي الدكتوره شنو هاد الاعراض اللي عندي في هاد التنميل واش الغدد تيعملوهم حيت هي اختصاصيه السكر والغدد. اييه اش من مشكل عندك في الغده الدرقيه خديجه؟ واش الغده الدرقيه اللي عندك؟ عندي الخمول. خمول الغده الدرقيه. الخمول تشرب باصيات ديال المهم وي وشحال شي اكثر من 3 سنين وهذه دابا شي قولي علين عام زادتني ديال 25 وي ديالها هي 25. نعم دونك عندك قلتي عندك داك التنمال مع الحكايه كخديجه. اه تنحك صبعاني بزاف وعندي واحد التصبغه تخرج راه كنت عاودت قلتها لك اختي جميله عقلتي التصبغه في عنقي ما عرفتش اللي فاش قالت لي مولات الغدد ديري تحليله ديال السكر. درتي تحليله ديال السكر ولا درتي تحليله ديال الخزان؟ الخزان ما عطاتنيش الطبيبه نعملو. وشحال كان في تحليله ديال السكر؟ قالت لي مزيانين. قالت لي مزيان ما عندك والو. قالت لي زعما مزيان ما قالت لي حتى شي حاجه. قالت لي مزيان وصافي. واخا واضح صافي واضح السؤال ديالك لا خديجه. شكرا لك بزاف. بالعكس مرحبا. شكرا لك وشكرا موصول لكل مستمعي ومستمعات اللي اكيد مرحبا بالتواصل ديالهم دائما. رقمنا راه الاشاره باش انكم تواصلوا معنا وتسولوا على مرض السكري. اكيد كنشوفوا الاعراض ديالو ما بين النوع الاول والنوع الثاني. هنا الاعراض جو بونس لقينا ان النوع الثاني هو اللي تيجي من تيكونوا اعراض غير مباشره. صح اعراض غير مباشره في النوع الثاني الاغلبيه وكتقدر تجي تبان كيف قلت هي من المضاعفات. من المضاعفات اما المضاعفات اما اعراض غير مباشره سورتو بحال هاد النساء اللي تيكون عندهم هذوك التعفنات الفطريه على مستوى الجهاز التناسلي ديالهم. يعني ما تيكونوش الاعراض كاين بزاف الحمد لله. صراحه كتشوفيها بعيده يعني كتشوفي ان حكى على مستوى المبل او لا غير ودوك الفطريات فانت كتقولي يا اما تعفون يا اما حاجه جلديه يا اما ملي كتجي المره الاولى ما كتجيش السكر ولكن ملي كتكرر بزاف المرات وتيكون الفحص عند الاختصاصي عاد ديك الساعه كدار تحليله وكيلقى ان مرض سكري بادي. عند النساء ولا عند النساء والرجال؟ الاغلبيه عند النساء. النساء اكثر. النساء اكثر وتا هذوك لي زانفيكسيون اورينير يعني الحريق ديال البول ولا الميكروب اللي تيكون في البول اللي كيجي بواحد كل مره مثلا كل شهر كيجي مره واحده هنا حتى هي من بين الاسباب اللي كتقدر تكون ان السكر. تماما عندنا السكر. ذكرت عند الاطفال. الاطفال بعض المرات تيكون تاخر التشخيص سورتو في المدن غنقولوا صغار اللي ما كاينش اختصاصي 100% ولا الاباء ما تيفكروش في العلامات. يعني الطفل الصغير ملي كيبدا يشرب بزاف راه ماشي ضروري حيت كيلعب ولا كيعرق نعاود نذكر بها ولا كيجري لا ملي كيبدا يشرب الماء بزاف وفي الليل كيفيق بزاف في الطواليت نشكو انه يكون مرض سكري. نعم. الطفل الصغير ملي كيبدا يضعف راه ماشي حيت الحركه هي زائده اولا كيطوال راه كيطوال تماما لا خصنا بعدا نشوفوا اما طب الاطفال باش نشوفوا علاش هذاك الفقدان الوزن اللي كيكون كثير عند الطفل. الطفل اللي تيكون عنده يعني حنا كنتكلموا على الضعف اللي تيكون ملاحظ اللي تيكون باين ملاحظ يعني يقدر يطيح 4-5 كيلو عند الطفل دغيا في واحد الشهر ولا شهرين ولا 3 شهور ماشي طبيعي. الطفل اللي كيمشي للمدرسه بزاف وكيمشي كل مره التواليت وكيخلي القسم يمشي التواليت راه ماشي ما باغيش يتبع في القسم ماشي نضربوه صح حيت ما باغيش يتبع لا نشوفوا علاش. واه الطفل اللي تيكون عنده كيبدا عنده نقص التركيز وكيبدا عنده الخمول وما تيبقاش عنده القرايه مزيانه يقدر يكون مرض سكري. الطفل اللي تيكون تيبدا يتعصب بزاف اكثر من القياس اللي كيكون طفل مهدان ولا عادي كما كاع الاطفال كيتعصبوا ولكن السلوك ديالو تغير السلوك ديالو ماشي فشوش ماشي هذا لا نشوفوا دائما الاختصاصي ولا او موان طب الاطفال باش نشوفوا اشنو كاين لان للاسف بزاف المرات التشخيص كيدار في الوحدات العنايه المركزه ولا وحدات الانعاش لان الطفل حتى كيفقد الوعي ديالو وكيهزوا الاباء وكيلقاو ان السكر طلع ليه 3 غرام 4 غرام وطلع ليه لاسيتون وبداو في مرحله ديال هذاك لاسيتون هنا تيكون الحمد لله ما تيكونش الاضرار بزاف ولكن ديك المرحله كتكون شويه صعيبه على الطفل وعلى الاباء ديالو. يعني اي علامه كتكون مخالفه كتغير عن الطفل وكتبان نردوا البال. الطفل اللي تيكون كما تنقولوا بروبر يعني ما بقى ولا ما عندوش داك التبول لا ارادي في الفراش ديالو شويه واحد الفتره ولا عاوتاني يعاود ليه هذاك التبول لا ارادي في الفراش ديالو ماشي حيت كيشرب اتاي بزاف في الليل ولا كيشرب العصير بزاف في الليل لا نشوفوا شنو كاين ولا ماشي حيت خايف من المعلمه ولا هذا لا نخليو الاعراض النفسيه هي الاخرى نبداو بالاعراض العضويه. صح كيف قلتي دكتور هدى بعض المرات ربما ما كنردوش البال شي اعراض لان تنقولوها في
في النمط العادي او للحياه نورمال، تنقولوا ماشي مشكل الوليد كيكبر، الوليد كيجري، الوليد تيعرق، فما كنردوش البال هذه المسائل. ولكن قلتي كل عرض احنا ما باغينش نوصلوا للغيبوبه، ما باغينش نوصلوا لهذا الانعاش وغيرها، ولكن الا ما قدر الله اكيد غنشوفوا الوراثه هنايا ما بين الوليدات وما بين الوالدين ديالهم، شنو الاحتياطات اللي خاصهم ياخذوا الوالدين الا كانوا هما مصابين بداء السكري بالنسبه للوليدات ديالهم، وشحال كتمثل النسبه ديال انهم فعلا وليداتهم يقدروا يتصابوا بداء السكري. اكيد من خلالكم، من خلال كل مستمعين ومستمعات اللي مرحبا، دائما التواصل ديالهم على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536 على شهاده فهمة. ولا على صحتك اليوم كنسولوا على صحه مريض السكري في اليوم العالمي لداء السكري 14 نوفمبر. اليوم ربما الشعار ديال اننا الرعايه للمريض السكري، الرعايه الصحيه للمريض السكري. اكيد دائما كنقلبوا واش الناس بعدا كتشخص بكري دكتور هدى، الناس كتجي بعدا تقلب على السكر. كاين بزاف الفئات، وعاو ان سورتو بالنسبه للفئات اللي كتكون عارفه راسها مهدده مرض السكري. يعني كاين الوراثه، كيبداو كاين الوراثه، كاين الوزن الزائد ولا السمنه، كاين واحد الامراض الاخرين بحال ارتفاع الضغط الدموي وارتفاع نسبه الكوليسترول، كاين الخمول للناس اللي ما كتحركش نهائيا، وكيكونوا هاد العوامل كلها مجموعين تيديروا هذيك التحليله ديال السكر ولا ديال الخزان مثلا مره في الشهر ولا مره في العام، باش كيشوفوا الوضعيه الصحيه ديالهم. ولا كان هذاك المرحله ما قبل السكري، هنا فين كيبدا العلاج. فهاد المرحله كتبدا باش كنخليو ان هذاك المريض ما يدوش المرحله ديال السكري، لان السكري النوع الثاني هو بسبب نمط الحياه، الناس اللي تياكلوا الحلاوه بزاف اللي كياكلوا السكري بزاف اللي ما كيتحركوش نهائيا، اللي عندهم الوراثه ديال السكر والحركه عندهم قليله بزاف، البنكرياس كيبدا على الوقت كيبدا هي كتكون هذاك المقاومه للدور ديال الانسولين، وكيبدا ارتفاع نسبه السكر في الدم، وتيكونوا مهددين بمرض السكري. للاسف نمط الحياه باقي، واخا كاين الحمد لله فضل البرامج ديالك جميله، البرامج التحسيسيه على التغذيه، ولكن الناس ماشي 100% كتبع واحد النظام الغذائي اللي تيكون متوازن. حنا ما كنهضروش على الحميه، ما بقيناش نهائيا كنهضروا على الحميه الغذائيه، حنا كنقولوا واحد ليكيليبراج اليمونتير، يعني كنوزن توازن غذائي. نعم. يعني غادي ناكلوا من كل شيء بلا ما يكون الفرط في واحد الماده. للاسف بزاف الناس بسبب مثلا الحكم ديال الخدمه ديالهم، مثلا بين 12 وجوج كياكلوا في الزنقه، غياكلوا الوجبات الخفيفه، غياكلوا شي حاجه حلوه، غياكلوا وجبات سريعه بسبب التوتر اللي ولا كثير بزاف، والوقت اللي ولا شويه قليل اللي كيخلي بزاف الناس للاسف ما يقدروش مثلا يديروا الرياضه، تيكون التوتر، تيبداو ياكلوا الحلاوه. هذا الشيء باقي كثير. دونك اللي اثر على الوزن كياثر على الوظيفه ديال البنكرياس، واللي كيخلي الناس انهم يتصابوا بمرض السكري بسبب هذا نمط الحياه اللي ما تيكونش سليم. نعم. هنا نتكلموا على، غنرجع نتكلموا على الوراثه، غنتكلموا على مقاومه الانسولين، لان ربما هو العرض اللي ولينا كنتكلموا عليه بزاف اكثر ما كنتكلموا على مرض السكري، ولينا كنتكلموا على مقاومه الانسولين بشكل كبير. اليوم غنشرحوها معك بشكل كبير وبالتفصيل، واكيد من غير كيف قلتي النمط الغذائي ديالنا، اننا ولينا الانسان مفتون بالوقت، الوجبات السريعه غيرها، وحتى التوتر او الستريس اللي بزاف الناس ربما كتمشي لذاك الجوع العاطفي، ان الناس كتاكل وجبات اللي هي سريعه دغيا اللي فاست فود، الحاجه اللي فيها شوكولا او مسكره بزاف، غير باش انها ترتاح نفسيا. ربما هذه طريقه اللي غلطه، وشفناها ديجا مع اخصائيين انا ما خصناش نمشيو فيها، ولكن بزاف الناس كيمشيو فيها، وبزاف الناس ربما كتضعف النفس ديالهم تجاه هاد الامور كلها. غناخذوا الجواب ديالك بعد ما ناخذوا فخر الدين من الدار البيضاء. فخر الدين، السلام عليكم. السلام عليكم اختي جميله. اهلا وسهلا، مرحبا سيدي، تفضل. اولا بعدا كنشكرك وكنشكر اذاعه الشهاده وكنشكر مستقبل المكالمات والدكتور اللي معك. مرحبا، تفضل فخر الدين. في الحقيقة أنا عندي سكر وبعض المرات كنصوم، واش هذاك الصيام كيعاون في السكر ولا لا؟ نعم. والسؤال ديالي الثاني، بلاتي فخر الدين، عندك سكر كتاخذ الفانيد الانسولين ولا بازلت واحد فيهم؟ لا ما كناخذ حتى واحد فيهم. لا. نعم. واش الطبيب قال لك ما تاخذ والو، دير غير ريجيم ديال الماكله، او لا انت منك راسك؟ لا ما قال لي الطبيب حتى شي حاجه، ما عمري شفت شي طبيب ولا شي حاجه. لا باش عرفتي عندك سكر؟ كان قال لي حيت كان دابا في صبعي كان مقيش. ومشيت على الطبيب وفقس لي داك، خرج لي داك ولقى عندي سكر. نعم، اذا الطبيب قال لك عندك سكر، فوالا. نعم. تكلمتي لي بالصيام كيعاون. سؤال ثاني؟ السؤال ديالي واش شنو هو الحاجه اللي ناكل
بعد الحاجه اللي فيها السكريات. نعم الاكل الصحي ديال السكري واخا. نعم. واضح 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 السؤال ديالو دكتور. واضح السؤال. واضح السؤال ديالك. شكرا بزاف عليه فخر الدين والشكر موصول لكم مستمعي ومستمعات اللي اكيد يقدروا يتواصلوا معنا دائما. رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536. الناس اللي عندهم في العائله مريض السكري اشنو الاحتياطات وشنو الحاجات اللي خاصهم ياخذوها ويديروها هما الاولانيين؟ الوغ بالنسبه للناس اللي عندهم الوراثه ديال المرض السكري، اول حاجه الناس اللي ذكرنا عندهم هاد عوامل الخطر اللي عندهم الوزن زايد ولا عندهم ما كيتحركوش خصهم مره مره يديروا داك التحليل ديال السكر باش كيعرفوا واش عندهم مرحله ما قبل السكري. نذكروا ان الخزان العادي خصو يكون اقل من 5.7. بعض المرات كيمشي الانسان كيدير تحليل راسو كيشوفها جوست داك راه داخله مثلا في لا نورم ديال لابوراتوار، هذاك الحد ديال لابوراتوار لا، حنا خصنا نعرفوا ان الخزان الطبيعي خصو يكون اقل من 5.7. لا كان ما بين 5.7 على حسب الاعمار ولا لا؟ لا كل شيء. لا كان ما بين 5.70 و0.40 راه دايره ما قبل السكري. لا كان وصلنا ل 0.5 راه بدينا السكر. ونذكروا ان السكر ما كيجيش غير من الاكل ديال الحلاوه بزوف بجوج بوحدها، خاص نعرفوا ان كاين الوظيفه ديال البنكري اللي ما كتبقاش خدامه. دونك خصنا نبداو الدواء فاش كيبدا السكر. نعم. يعني الريجيم بوحدو والحركه مزيانين، ولكن خاص الدواء، لان السكر ما ناتجش عند اكل الحلويات بوحدها ولا ناتج عن التوتر بوحدو، ناتج عن خلل في وظيفه ديال البنكرياس. بزاف الناس كيخليو 0.5 تيقول لك لا، تيكون واحد الرفض تام الادويه ما تتقبلوش، تيقول لك انا غندير غير الريجيم والحركه، كينسى راسو، تلقى واحد مره ان السكر ارتفع عليه 5 6 غرام الخزان ولا 10 11، كنوليو في الانسولين، يعني حتى داك الاقراص ما نقدروش نعطيوه. نعم. لا فاش نشوفوا ان السكر بدا لينا 0.50 خصنا نشوفوا اخصائيين وبداو الدواء ديالنا، لان العلاج ديال السكري هو ثلاثه ديال لي زاكس. كاين العلاج بالادويه، يا اما الاقراص يا اما الانسولين، كاين الحميه الغذائيه ولا التوازن الغذائي، وكاين الحركه الرياضيه. حاجه كتكمل الاخرى. ما تنقولوا ديما المرضى احنا كنعطيو الادويه باش نقادو السكر، ولكن حنا ما عندناش عصا سحريه. صح. يعني واحد 50% على الطبيب و 50% على المريض. أكيد. يعني المريض وحنا ما تنكونوش معاه في الدار ديالو، خصو ما يكونش هذاك الغش، هذيك مره ما يمكنش تكون قليل، يعني ما يمكنش كل نهار. وكاين بزاف الناس مثلا تيقول لك لا انا ما تناكلش، كناخذ اتاي مسوس، اتاي مسوس وغناخذو معاه خبزه في الفطور، ولا اتاي مسوس وغناخذو معاه كيك، ولا غناخذو معاه بتيبا، راه شي ما درناه. ما هذا، ولا غادي ناخذوا الكونفيتور، ولا غناخذوا اي حاجه اللي فيها الحلاوه، ولا غناخذوا مثلا سلطه. خويا انا ما غنتعشاش، لا ما كنتعشاش، انا كناخذ غير سلطه ديال الفواكه وكنلقى السكر 2 الغرام. راه الفاكهه فيها الفركتوز، والفركتوز راه سكري سريع. ومرض السكري راه مسموح لي فاكهه وحده في الصباح وفاكهه في العشيه، جوج الفواكه في النهار. يعني الا خدينا سلطه ديال الفواكه فيها الفواكه بزاف، وفواكه اللي تقدر تطلع السكر، اللي عندها مؤشر سكر مرتفع، بحال البنان، بحال الكاكي، بحال العناب. بلاتي الكاكي. الكاكي حلو. الكاكي عرفتي شحال الناس وغيتفقوا معايا تيقول لك كل كاكي راه مزيان الناس اللي عندهم السكر. الكاكي مؤشر سكر. كتسمع هذه الكلمه عند الناس. تيشبوها بمطيشه، تيقول لك انا كناكل غير هذيك مطيشه اللي حلوه. فوالا. لا راه حلو بزاف، فاكهه اللي حلوه بزاف، مؤشر السكر ديالها طالع بزاف وكبيره. يعني كاكي وحده راه بحال تبارك الله راه خدينا واحد نسبه السكر اللي طالعه بزاف. يعني بالنسبه لمرض السكري تشهوا شي فاكهه مثلا غيديروها مره في الاسبوع، هذه الفاكهه اللي تقدر تطلع لي السكر لان مؤشر السكر طالع ليها، غادي ناخذوها مثلا مره في الاسبوع، ما ناخذوها على حسب الكبر ديالها. يعني ما نقدروش مثلا رمان غادي نقطعو غنديروا جوج رمانات وغناكلوهم، راه غادي يطلعوا السكر. واخا هو نص رمانه، نص رمانه تماما. دونك على حساب الكاكي ناخذوا نص وحده مثلا، لا تجهيناه مثلا تماما، لان الكاكي الكبير الكبر ديالو كبير بزاف وحلو بزاف. حلو بزاف، يعني بزاف الناس كيديروا بعض الاغلاط كيصحاب لهم السكر والسكر البيض. راه هو الحلوى والسكر المضاف. راه السكر كاين باختو في جميع المواد اللي كناكلوها فيها السكر. الناس مثلا تيقول لك لا انا كناكل مثلا غير نص خبز في النهار، ملي كما كنقولوا كنديروا معاه بزاف وكندقوا معاه بزاف، تلقاو انا مثلا بزاف كيفطروا بالباريزيان ديال هذا، وكنعرفوا ان الباريزيان مصنوع بالدقيق الابيض، والدقيق الابيض فيه سكر بزاف، وغالبيه الاحيان تيكون زيت السكر، لان باش كيطيب غيا المخبزات كيديروا السكر في الخبز، هذه زعما واضحه ما غاديش كلشي عارفه. دونك لا خصنا ناكل الخبز ديال الدار ويكون ديال الزرع بالنخاله ديالو، لان النخاله كتنقص الامتصاص ديال السكر. صح.
الدراتة هي فيها سكر، سميد في سكر، القمح في سكر، كل شيء، ولكن كين بعض المواد اللي فيها نسبة سكر قل هي اللي خصنا نمشيو ليها أكثر من المواد الأخرين. يعني خصنا نعرفوا أشنو غادي ناكلو باش نقادو السكر ديالنا. نعم، أنا بغي نتكلم على مقاومة الأنسولين كيف قلت قبيلة، لأن من الأمور اللي ولينا كنسمعوها بزاف، وكتقدر تسولي الناس يقول كان عندي مقاومة الأنسولين، ولكن تجي تشوفي مع الديتاي ما عارفاش شنو هي. غنشوفوها معك غير هو ناخذ نورة من مراكش. نورة السلام عليكم. الو. عليكم السلام. كيفك دايره؟ بخير الحمد لله. مرحبا بك دكتوره. كيدايره؟ بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. جزاك بخير. بغيت غير نتخاصم معك على حساب الابن ديالي مرض ليا السكر. تخاصمي معنا؟ لا قلت لك غنتخاصم معاك. عاد انت جمال سمعت تخاصم معنا. الله يهدي. الله بدينا السيمانه بلاتي. لا نتخاصم معك بخير. ربي يحفظك. ربي يحفظك. وي الولد ديالك الله يخليك. صحيح نتخاصم معك بخير الاحسان. قلت لك الابن ديالي عنده دابا تقريبا شي 5 سنين ونص. واه دابا باش انني غنكتشف فيه السكر، وانه في الاول ما اكتشفتوش، كان فيه كثرت الحركات بزاف وما كانش كيجلس كيلعب بزاف ومع الصب. ولكن في تقريبا توفات لي الوالده تقريبا شي 15 يوم بحال هكاك، من بعد ديك الخلعه انا اكتشفت الدري. نعم. يعني ولا كيشرب الماء بزاف، ولا كيمشي للطواليت بزاف، ولات كتجي واحد السخفه. يعني منين جيت عبرت لي السكر لقيت عنده تقريبا شي 5 ديال الغرام. عنده 2 ونص. لقيت عنده 5 ديال الغرام. فجديته عند الطبيب قال لي، المهم قال لي ربما ما يكونش السكر، ولكن جيب لي هاد العبارات. قال لي استعملي هاد العبارات مده ديال سيمانه وجيبي عاودي رجعي عندي. المهم بقيت كنعطي الماكله في الوقت. قال لي عطي الماكله عادي بحال كي تعطي دائما. كنعطي وكنبقى نعبر. مره كنلقى 4، مره كنلقى 3، مره كنلقى منين كنجي ما كنعطيش الماكله كنلقى 1 25. كنلقى صافي منين ديت لي العبارات ويكت ديال ايرجونس. يعني لقيت لي طالعه تعطيني لاباري كتعطيني الاش. لقيت عنده 6 ديال الغرام. نعم. صافي وليت ديتو الايرجونس. نعم. ولا خرج لي الطبيب دابا وليت كندير ليه الانسولين، ولكن انا دابا كنعاني معاه بزاف. كيما كيبغي يصبر ليا على الحلاوه. هادشي كنعاني معاه وحق الله العظيم. ما دكتور كنعاني معاه بزاف، يعني ولات مع الصبر لواحد الدرجه ما كتصورش. وعرفتي الحركي حركي بزاف، هادشي كيدير ليا ستريس. انا هي مكيجلاش. نعم. دابا كياكل بزاف. نورا نورا الحلاوه كيبغي. نورا دابا هو ملي كيتعصب وهذا، واش انت كتعصب معاه بزاف؟ انا حيتاش حنا دابا كتوفات الوالده كانت كتعصب بزاف. نعم نعم. متعلق بالوالده بزاف. كان عنده مع واحد سميتو واحد، المهم خارت معاه بزاف. ملي توفات هي توفات على غفله. يعني ولا فيه معصب. هي فاش اكتشفت انه ولا فيه السكر. واضح واضح السؤال ديالك. شكرا لك بزاف. بالعكس شكرا شكرا. هو ما كيبغيش يصبر ليا على الحلاوه، وكيقول ليا في المدرسه كيقول ليا الدراري دين دانا بلا ما نقولوا السميات. بلا ما نوره بلا ما نقولوا السميات الاشاريه. الله يعطيك الخير. دونك هو كيشوف الدراري كيديو معاه هاد الحاجه حتى هو كيبغي ياخذهم. حتى هو كيبغي ياخذهم. ونوره شكرا شكرا شكرا. رجاء نردوا البال معنا للاسماء الاشاريه. الله يعطيكم الخير. حنا كتسولوا السؤال ديالكم اكيد راه بزاف. يعني ملي كنقولوا ياغورت، ملي تنقولوا هادشي راه كتكون واضحه. فشكرا لك بزاف نوره. ربي يعوينك اكيد. واكيد شكر موصول لكل المستمعين المستمعات. مرحبا بالتواصل ديالكم مازال على الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. قبل ما نجاوب على السؤال ديال نوره والاسئله ديالكم ايضا مرحبا بها. مقاومه الانسولين نجي نشرحوها بزاف ومزيان الدكتور هدى عفان. الوغ مقاومه الانسولين البنكريا واحد الغده اللي كتكون حدا الكبد كتفرز هرمون الانسولين. نذكروا كما قلنا في بدايه الحلقه، الانسولين هو اللي كيخلي ان السكر يدخل باش كتغذى الخلايا ديال الذات. كيفاش هاد السكر غادي يتغذى به؟ الخلايا الكبد، الخلايا العضليه، الخلايا الدهنيه، جميع انواع الخلايا ديال الذات. الانسولين كيمشي يتفيكسا في واحد الريسيبتور، يعني واحد المركز يكون في هذيك الخليه باش كيخلي ان السكر، كيعطي السينيال ان السكر يدخل باش يتغذى هذيك الخليه. يعني هذاك المركز اللي كيتفيكس عليه الانسولين هو اللي ما تيبقاش خدام. هذيك الخليه عندها بحال واحد السينيال ولا واحد الريسيبتور ولا بحال واحد القفل باش غيحل لنا هذاك السيروس باش يدخل السكر. وهذاك القفل ما بقاش خدام. ما بقاش كيتجاوز السيروس. هذاك السيروس ما بقاش كيدخل في هذاك القفل. هنا فين كيبدا المقاومه الدور ديال الانسولين. هادشي مناش كيجي من الوراثه اول حاجه، وكيجي
من الاكل ديال المفرط ديال السكريات ومن السمنه اللي كتكون في الكاش بزاف، هادو كاملين كيخليو ان هذاك القفل ما تيبقاش خدام، دونك كيفي الانسولين حتى هو ما تيبقاش خدام. وايضا ملي تيبقى البنكرياس كيفرز الانسولين بزاف، كيفرز الانسولين بزاف بدايه ما قبل السكري باش كيقاد السكر، واحد المرحله ما تيبقاش هذاك الانسولين كيدير الدور ديالو نهائيا، يعني هذاك القفل بحال كيتهرس. هنا فين كتبدا المقاومه دوره الانسولين. الاسباب هي متعلقه بنمط الحياه ومتعلقه بالوراثه. يعني كاين بعض الناس اللي حاملين لبعض الجينات اللي كتخليهم انهم عندهم داك المقاومه ديال دور الانسولين اللي كيخلي ان السكر كيرتفع في الدم ديالهم. يعني السكر اللي غيدخل باش تغذى الخلايا ما يقدرش، لان داك الكود ما بقاش. هذا هو المقاومه دوره الانسولين. مقاومه دوره الانسولين كتكون عند الناس اللي عندهم السمنه بزاف، سورتو السمنه في الكرش، وكتكون ايضا عند النساء اللي عندهم تكيس المبيض. نعم، هنا الا جينا نتكلموا على العلاجات، مثلا نتكلموا على الناس اللي عندهم اولا اللي عندهم المقاومه ديال الانسولين، اشنو العلاجات الاولى؟ واش كيمشيو ديريكتومون للانسولين اولا كيمشيو للفريد اولا كيمشيو للحميات الغذائيه الرياضه؟ علاش كيمشيو اول شيء؟ اولا ملي كتكون مقاومه الدور ديال الانسولين والسكر ما كيدخلش، ما تيتفيكساش على هذاك لو كود، تيبقى طالع في الدم على حسب المرحله. يقدر يكون السكر يلا في ديك البدايه كيبدا يرتفع، عليه هضرنا هي مرحله ما قبل السكري. ملي يكون السكر مثلا ما بين غرام و10 غرام و25، هنا تنقدروا نعالجوا الامور. نعالجوا الامور، كنحيدوا الحلاوه، كنديروا الرياضه بزاف، كنعاونوا ان هذيك الخلايا الدهنيه ما تبقاش في الكرش بزاف، كيولي هذاك بحال اللي كيعاود يخدم شويه هذاك لو كود. ملي ما تيكونش نهائيا تجاوب هنا كنبداو في المرحله ديال السكري. ملي تيكون المريض عارف ان عنده مرحله ما قبل السكري وما كيديرش الاحتياطات ديالو، ما كيديرش الرياضه، ما تيقادش ماكلته، هنا تيتصاب 100% بمرض السكري مع الوقت. هنا ما قبل السكري هو اللي عليه التركيز بزاف ديالنا، هنا فين كاين الحملات التحسيسيه بزاف، وهنا اللي نقدروا نقصوا من داك لا بريفالونس ولا من لا فريكونس ديال مرض السكري في اي منطقه. هنا فاش ما قبل السكري كيرجع البنكرياس مزيان والانسولين كيرجع خدام لينا مزيان، ما كتبقاش داك المقاومه الدور ديالو، غنقصوا من الاعداد ديال مرضى السكري. نعم جميل، دونك هنا كتبدا على حسب البدايه ديال السكر كيفاش بدات، وتما فين كيبداو العلاجات، واش غنبقاو غير في الحميه والتقاد اولا فعلا غنمشيو للعلاجات الدوائيه. في مرحله ما قبل السكري الا كانت غير واحد ما تنقولوش كينظم ماكلته، صح، يعني كاين اللي كياكل زعما النشويات والسكريات كثر من البروتينات، كثر من الخضر، كثر من الفواكه، ملي كيحاول يقاد كياكل مثلا شويه الحلاوه، كياكل الخبز، كياكل القطنيات، كياكل لي بات، كياكل كل شيء، ولكن كيعاود يدخل الخضره، يعاود يدخل البروتينات مثلا الاسماك، يعاود يدخل الفواكه، صافي كيبدا يتقاد الامور وكيتحرك. الحركه مهمه بزاف بالنسبه عند الاطفال، لان ولينا كنشوف واحد الظاهره في المدارس، اي واحد عنده شي حد في المدرسه غادي يمشي غيدور عينيه غيلقى واحد السمنه ولات كثيره بزاف، الوليدات الصغار ولات عندهم الكرش بزاف، ولات عندهم، لان من الطوموبيل للمدرسه فاش كيجي باش نوكل ولدي يبغي ياكل ليا كنحطو في قدام التلفازه باش يتلهى بالتلفازه وياكل، هادو اغلاط كبيره بزاف، اغلاط كبيره بزاف. ربما حتى فاش اونفان فيروس كورونا باقي، ولكن فاش كان الحجر الصحي كانوا بزاف الوليدات اللي قراو عن بعد فكانوا في الدار، فتما فين شفنا ان فعلا الوزن تزاد عند بزاف ديال الوليدات، وباقي يعني باقي معاه الان بزاف الاغلاط اللي كنشوفوا. خصنا نعرفوا ان الطفل الصغير اللي عودتي عليه غادي يولفوا، راه ما غاديش يموت بالجوع. بزاف تقول لك لا انا ولدي ما يموت بالجوع، اللهم نصوب ليه البيتزا ونعطيه ليه فخيت ولا يبقى ليا بالجوع. لا راه ما يمكنش، راه ما كان ما تنفعوش هذاك الوليد من غير السكري، لانه غادي ما غاديش يستافدش، ما غاديش يكبر، ما غاديش يطوال الدماغ ديالو، ما غاديش يكون عنده داك التركيز، الاوميغا 3 اليود باش يطوال، بزاف المواد اللي كاينين في الخضر وكاينين في الاسماك ما نلقاوهمش في الحلاوه. الحلاوه كتعطي الطاقه، السكريات كتعطي الطاقه فقط، ما كاينش دور اخر فور ديال السكر ديال هذا. وكاين عاوتاني والدين اللي تيقول لك معليش خليه ياكل هذا الشيء الحلاوه هذا، وراه كيجري وكيحرق دري صغير. انا ديما هذه هي الخطه ربما ولا الفخ اللي كنوقعوا فيه ديال اننا الوليدات راه كيحرقوا، كيجريو وكيلعبوا وكيعرقوا، دونك راه دغيا يكون غيتم الحرق واخا ياكل الحلاوه. وهنا فاش كيكون هذاك الطفل كيبدا يتزاد في الوزن وكنعطيو ياكل اللي بغى، وكنعطيو مثلا البيسكوي غيدي معاه المدرسه ولا غيدي معاه الخبز في كاشير ولا شيء، للاسف كنشوفوه بزاف. انا هذا الشيء كيحز في قلبي بزاف، صح. كلنا كنديروا استثناءات، راه كنعطيو حتى حنا وليداتنا مره، ولكن تبقى استثناءات ماشي كل نهار. الياغورت اللي كيتشرب اللي حلو عامر بالسكر
راه هادشي اصلا خاصو يبقى ديما نسيتنا قديم من راه شحال، لان دابا ولينا كنشوفوا بزاف سكري النوع الثاني عند الاطفال والمراهقين. للاسف ما عندناش علاجات، راه ما عندناش مثلا بعض الاقراص ما كنقدوش نعطيوه على 13 عام 14 عام 15 عام، دونك خصنا نردوا البال. وملي الطفل كيبدا مرض سكري مثلا النوع الثاني على 13 14 عام هو باقي صغير، ويعني راه المضاعفات غادي تصاب بهم في العشرينات في الثلاثينات في واحد الفتره مبكره جدا. هنا فين كنوقفوا زعما المستقبل ديالو، يعني خصنا نردوا البال بزاف. نعم. ملي نشوفوا الطفل ديالنا خرج على السيطره ديالنا خصنا صافي خصنا نزيروا معاه شويه، راه نزيروا فوالا تماما الانسان يقصح الكبده ديالو واحد شويه صراحه. نوره من الدار البيضاء، نوره السلام عليكم. وعليكم السلام اختي جميله. اهلا بك، مرحبا. فرحانه حيت اول مره غنهضر معاك. مرحبا بك، انا اسعد. شكرا لك. انا اللي خطيك. بغيت اختي نسول الدكتوره، دابا انا كندير الانسولين دابا تقريبا شي عام ونص، والمشكله انني ما كناكلش شي ماكله اللي هذا، وكنعبر وكنلقى ديما طالع. شحال كتعبري؟ شحال كيكون عندك؟ ورا المشكل انا ما كنتش كيستغرب فاش ما كناكلش كنلقى اربعه نلقى ثلاثه. يعني كديري السريعه والبطيئه قبل ما تذكري الاسماء ديال الانسولين، واش كديري السريعه والبطيئه ولا كديري الانسولين اللي فيها السريعه والبطيئه؟ اش منهم الانسولين كديري؟ لا دكتور كندير السريعه وعندي البطيئه. السريعه بوحده والبطيئه بوحده. دكتور داكوغ واخا واضح. تفضلي. يلاه يلاه انا خارجه بغيتكم تدعوا معايا بالشفاء. يلاه كنت نعسه في السبيطار وكنت نعسه في الانعاش على حساب نيت السكر. علاش؟ حيت يومين وانا كنقطع الانسولين اللي كنقول اي واحد كيسمع لي دابا ما عمره ما يقطع البره بلا ما يقولها الطبيب. واه واه. عندك سكري النوع الاول نوره؟ كندير البره من الاول وانت بالبره. من الاول دكتور. نعم نعم نعم. واضح السؤال ديالها من سولت شي اسئله اخرى. انا صراحه بغيت نسولها في الماكله ديالها، قالت لي ما كتاكل والو كتلقى طالع. واش كتعصبي؟ واش كتعصبي بعدا؟ واش كتقلقي؟ عندي العصبة دكتورة، حتى فاش نعست الناس هادي عطاوني بأنني نشوف شي طبيب ديال نفسي ديال العصب. العصب واخا. نعم. عندك ليها سؤال هدى؟ لا واضح. شكرا لك بزاف نورة، الله يشافيك ويعافيك. شكرا لك. شكرا لك وشكر موصول كل المستمعات والمستمعين. وأكيد حنا في اليوم العالمي لداء السكري كنحاولوا أننا نسلطوا الأضواء على مرض السكري إجمالا، لأنه من الأمراض اللي غدا وكترتفع. حتى الناس اللي كنا كنقولوا ذاك البخي ديابيت أولا الاقتراب من السكري نسبتها هي ولات تتخلع شويه، هي ولات كبيره. يعني هنا خاصنا فعلا نديروا واحد الوقفه. هنا ملي تنتكلموا على العلاجات وتكلمتي على الوليدات الصغار اللي ولينا تنشوفوا السمنه، انا غنتكلم على واحد العرض اللي تيبان عند الناس وما كردوش ليه البال. كانت ذكرات المستمعه قبيله في المكالمه ديالها وعلى وديته، هذه خديجه من طنجه، وعلى وديته عطاتها الطبيبه التحليلات ديال السكر. وي داك العلامات اللي تيكونوا على مستوى العنق، التصبغات اللي تيكونوا على مستوى العنق، حيت للاسف للاسف تنشوفوا بزاف الامهات بنيتاتهم تيكون عندهم هاد العلامات، وكتلقاها كتمشي تقلب على الوصفات ديال تبيض العنق، وصفات هذه اجي نشوفوا كريمات نشوفوا، ولكن كتنسى انها تقدر دير لها تحليله ديال السكر. واش هو علامه مباشره او لا غير تخيل لي انا؟ لا تكون بين العلامات، ماشي مباشره مباشره. ولكن تيكون واحد الخطوطه كحلين في العنق. صح، خطوطه كحلين كي العنق، ماشي وسخ، ماشي الشمش، ماشي هذا، لا هذاك الخطوطه كحلين ملي ما كيتحيدوش بالعمان وما تيتحيدوش مع الوقت وتيبقاو كيتزادوا تيوليو كيتحفروا وتيوليو كحلين بزاف. صح. هنا هذه علامه ضروري خاص الواحد يشك انه يقدر يكون مرض سكري، ولا على الاقل تقدر يمشي عند الاختصاصي في امراض الجلديه باش يشوف شنو هذاك الخطوطه الكحلين اللي كاينين عند هذاك الطفل وكيتحفروا وكيكحلوا بزاف. نعم. يعني ما نقلبوش على الوصفات اللي كتبيض، نمشيو نشوفوا علاش كاين هذاك الخطوطه في العنق. وكاين ناس اللي كيقول لك لا راه حيت البنيته اولا الوليد غلاض. لا 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 ما عندها حتى علاقه هذه. ايفيكتيفمون تيكون بعض العلامات ديال مرض السكري عند الاطفال. نعم. خصنا نردوا منها. نعم. البال. مازال نرجع معك وغنجاوب على الاسئله وغنشوف واش كاينين علاجات جديده. كاين علاجات جديده في داء السكري؟ كاين العلاجات الجديده بالنسبه للادويه، دائما كاين الجديد. كاين جديد دائما كاين الجديد، كيعطي الاكل ديالو هذا الجديد. كاين دائما كاين الجديد، غير الكلفه شويه صعيبه على المريض. تكلفه سورتو العلاجات الجديده اللي كتكون افيكاس للاسف باقي ما كتكونش داخله في التغطيه الصحيه. يعني غير التغطيه الصحيه يعني ليزاسيونس بريفي هما اللي كيردوا هذوك الادويه، ولكن الناس اللي كتكون عندهم لامو ولا لاكنوبس والتغطيه العامه ما كيردوش لهم، دونك ما كيقدروش يشريو هذوك الادويه. نعم. للاسف كيبقاو دائما في العلاجات اللي كانت قبل كلاسيك العاديين، القليل اللي كيقدر يشري باش نكونوا واضحين. نعم. تكلفه كثيره بزاف، كاين الادويه اللي واصله 500 درهم للشهر.
بالنسبه للاقراص، بالنسبه مثلا كاين واحد الدواء اللي كنعطيو عند الناس اللي عندهم مرض سكري زائد السمنه المفرطه اللي ما كنقدروش نقادو ليهم السكر، لان داك السمنه المفرطه كتخلي ان تكون مقاومه لدور الانسولين. كاين واحد الدواء اللي كاين او ميم طون كيقاد السكر وكيطيح الوزن، ولكن التكلفه ديالو حتى هي شويه كثيره، لان تقريبا واحد 1400 درهم للشهر. نعم ديزانجيكسيون ماشي كلشي كيقدر عليه، سورتو اللي ما عندوش تغطيه صحيه ولا اللي نوع التغطيه الصحيه ما كترضش ليه هاد الادويه. للاسف كنلاحظوا ان الادويه اللي مزيانين هما اللي ما كيردوش ليهم. وتا الا كانت تغطيه صحيه والانسان كيحط واحد المبلغ ديال 1000 وشي حاجه كل شهر، بعدا كي الاولى كتجي قاصحه وكيردوا لي، وداكشي باش كيردوا لي كيعاود يشري. يعني هذا الانسان اللي غيبقى يجمع ولكن بهذا اللي عنده التغطيه الصحيه العامه اللي معروفه لا سينيس، لكن بزاف الادويه للاسف ما كيردوش للاسف ما كيستافدش منهم. كنتمنى من هنا قدام ان هذه الامور كلها تضبط، وان هذه الامور كيف بزاف الحويجات تضبطات في هذا الاطار. دائما حنا كنا امل باش ان الامور كلها تضبط ملي كتكون علاجات، حتى ملي شفنا في بعض الادويه انها تخلات فوالا اللي او ميم طون كتقاد السكر. ولقاو الدراسات يعني على مده طويله، يعني دراسات موثوق بها يعني مدققه، ان هاد الادويه ما كتخليش هذوك الذبحات الصدريه ولا الذبحات الدماغيه، يعني كتحمي من المضاعفات على صحه القلب من السكر. واخا تيكون السكر مرتفع تناخذوا هادو ما كنتصابوش بهذوك المضاعفات. والدواء اللي مزيان بزاف، ولكن للاسف كما ذكرنا باقي واحد الانواع ديال التغطيه الصحيه ما داخلش فيها الدويه، دونك المريض ما تي الله يحسن العوان تيكونوا عندهم بزاف مرضى السكري للاسف، تيكون عندهم السكر والطونسيون والكوليسترول وبزاف الانواع ديال الادويه عندهم، ما تيقدروش يديروا كل شيء للاسف. نعم. كيف قلتي ربما هذه رساله، واكيد من هنا قدام كنتمنى ان الامور تقاد وتبسط. وبزاف الحاجات اليوم ماشي غير في الادويه، ربما حنا غنتكلموا على المعاش اليومي ديال كل واحد فينا. كل واحد عنده ظروفه وعنده الاولويات والاحتياجات ديال الصحه ديالو ديال اليوم ديالو. اكيد كنتمنوا من هنا لقدام ان بزاف الحاجات غداو تتعدل نوعا ما، حتى هذا الاطار هذا فيما هو صحي، اللي دائما كيف كنقولوا ان في اليوم العالمي للداء السكري ربما الاساس او الحاجات اللي كتشاف هي الرعايه الصحيه للمريض السكري من ضمنها الادويه. كنتمنى انها تشاف وتخذ بعين الاعتبار. حتى هي نذكروا ان 35000 ديال الوفيات تقريبا في المغرب بسبب مضاعفات مرض السكري. نعم. دونك نردوا البال اكيد ماشي نسبه اللي بالقليله. اليوم النسب اللي شفنا معك واخا تقديريه راه نسب اللي هي ربما مخفيه كان اعظم، حنا ماشي للتخويف ولكن للتحسيس. فاكيد مرحبا بكل مستمع ومستمعات. مازال نرجعوا نشوفوا نجاوبوا على الاسئله وغنشوفوا ما يمكنش نبقاو غير في حاجات اللي هي مؤلمه، ولكن ناخذ كادو من خلالك دكتور. هو غتعطيني تفصيل ديال النهار ديال اشنو ياخذوا او لا ياخذ الانسان مريض السكري، او لا حتى حنا باش نقادوا، لان كيف قلتي كل واحد فينا مهدد. راه حتى السيده اللي كيجيها السكري ديال الحمل او غيرها، اشنو ناخذوا في الفطور، اشنو ناخذوا في الغداء، اشنو ناخذوا في العشاء الا كان ممكن. هادشي كله رفقتكم المستمعين والمستمعات اللي اكيد مرحبا بالتواصل ديالهم على رقمنا اللي هو 0522 36 0536 على شاده فهم. ايضا والتغذيه نجاوب على الاسئله عاد نمشيو للكادو ديالك للمستمعين والمستمعات لنا. ايضا بهره تكلم على الزوجة ديالو، قال أنها كتاخد الفاني ضرب مدة 4 سنوات، الخزان ديالها تسعود، وهو كان كيتكلم على أن مرة كيطلع لها سكر مرة كينزل ما منظم شاي. احنا شنو نقدروا نجاوبو كنصيحة؟ الوغ كندوزو البداية ديال علاج المرض السكري النوع الثاني هو الأقراص. الأقراص كنبداو من واحد، كنبداو بجوج، كنقدروا نزيدوا ثلاثة. ملي ما تتكونش نتيجة نقدروا ندوزو الأنسولين. يعني ملي تيكون الخزان 9% هي بعيدة على لوبجيكتيف ديالها اللي خصو يكون الخزان قل من 6.5، لا يخليها بعيدة عن الإصابة من هاد المضاعفات ديال السكري. دونك خصها تشوف اختصاصي في أمراض الغدد والسكري باش يحاول يقاد ليها الأقراص اللي كثيرة بزاف. دابا ولينا عندنا بزاف الأقراص، نوع جديد ديال الأقراص، لا ما تقادش ليها خصها تدوز الأنسولين. نعم. خديجه من طنجه تكلمات على ان كانت طلبت منها الدكتوره ديال الغدد تحليله ديال السكر على وديه داك التصبغات اللي جاوها على مستوى العنق ديالها، وتكلمات على انها كتحس بالتنمل والحكه. واش قالت واش هادو علامه من علامات ديال السكر ولا ديالاش؟ لا ماشي علامات مباشره مع السكر. التنمل كاين بزاف الاعراض، التنمل يقدر يكون نقص في الكالسيوم، يقدر يكون الفقرات ديال الظهر ديال العنق يبداو كيتقاصوا وكيضرب لهم هذاك العصب وكيمشي التنمل في اليد. كاين بزاف الاعراض، وخاصها تشوف هاد التنمل راه واحد البحر
بزاف الاسباب اللي كيقدروا يديروا لها التنمل. نعم. ولكن ماشي السكري. نعم. فخر الدين من الدار البيضاء تكلم على الصيام واش كيعاون، هو عنده السكر واش الصيام كيعاون؟ الصيام وي كيعاون باش يقاد السكر، هما اللي منفطروا ما نفطروش بشي حاجه حلوه. نعم. الاكل الصحي نحن نجاوبوه في وجبات ديال اليوم. نورا من مراكش على الولد ديالها 5 سنين ونص تكلمات على انه كان حركي بزاف ومعصب، تكلمات بعد الوفاه ديال الام ديالها اللي هي الجده ديالو، لقات عبرات لقات ان السكري عنده 5 ديال الجرام. قال لها الطبيب مده اسبوع ما ربنا ما يكونش سكر. فملي بدات كتعبر لقات وبقات كتعطي نفس النظام الغذائي ديالها، لقات انه طلع ل 6 غرام مسوي المستعجلات، دابا كيضرب الانسولين. تكلمات هي على المعاناه، هذا هو المعنى الحقيقي المعاناه ديالها معاه، لانه باقي وليد صغير ما عارفش انه خاصو يحيد الحلاوه، ما عارفش انه خاصوش ياخذ دوك كيف كنقولوا السقاطه اللي خاصو يدي معاه وغيرها من الامور. كيفاش شنو النصيحه ديالنا لنوره من مراكش؟ خاص متابعه نفسيه لهذا الولد، لان طارب من بعد وفاه الجده ديالو هذه الحركيه الزائده تقدر تكون بسبب السكري وايضا بسبب هذا الفقدان ديال الجده ديالو اللي كانت تعلق بها. دونك كنصحك تشوفي اختصاصيه في طب الاطفال اللي كيكونوا اختصاصيين في امراض يعني بيدوبسيكياتر ديال الوليدات الصغار. يكونوا العبارات ديال الانسولين مقادين ليه، يعني خصو يعبر السكر بزاف، تشوفي مع الطبيبه باش تعلمك كيفاش تقادي ليه الانسولين ديالو على حسب العبارات ديال السكر. بالنسبه للاكل من غير، انا كنقولها ديما من غير ان الطفل ما يكون عنده مرض سكري، يعني ديك الحلاوه ديما خصها تكون استثناءات. راه ما كننفعوش وليداتنا بهذيك الحلاوه، كلنا كنعطيو الحلاوه لوليداتنا ولكن خصنا نعطيوها مره في الاسبوع، مره في جوج مرات في الاسبوع، ولكن ما يكونش الحمد لله عطى الله ما نعطيو لوليداتنا على قدر الامكانيه ديال كل واحد. يعني كاين الفواكه، كاين نصيبوش حاجه في الدار جافات، ميم لي كيك تبارك الله دابا الانترنت ولات موجوده، ميم لي كيك مثلا بالنسبه للمرضى السكري الاطفال السكري راه كاين مثلا الزبده كنقدروا نعوضوها بالقرعه الخضراء، نقدروا نعوضوها بالبوغ دو كاكاويت، السكر نقدروا نعوضوه مثلا باما شي معلقه صغيره ديال العسل الحر ولا خيزو محكوك ولا ولا سكر ديال الكوك ولا كاين كيفاش نعوضوا له داك الشيء، شي حاجه اللي ما غادي تكون اخف الاضرار بلا ما نعطيوه البسكويات وداك الشيء اللي تيكون اندستريال يعني اللي كيتباع في الزنقه، نتفاداوه بزاف. دونك هذه النصيحه ديالنا نوره من مراكش. نوره من الدار البيضاء تكلمات على انها لانس كضرب الانسولين عام ونص، دائما واخا قالت لك ما كناكلش كنلقاه دائما طالع على السكر 3-4 الجرامات، كضرب السريعه والبطيئه. تكلمت انها كانت في الانعاش هاد المده هذه قبل ما تتواصل معنا، وتكلمت على انه قالوا لها يعني ان خاصها تشوف طبيب ديال الاعصاب على ود التوتر، واخا ماكلتها قليله واخا انها كضرب الانسولين ديالها 3-4 الجرامات. كاين بزاف الاسباب اللي كيطلعوا السكر، اولا الا كانت مثلا الجرعه، الا كانت لا دوز ديال الانسولين ما مقاداش، ولا يقدر يكون هذاك الانسولين ما موالمهاش هي، لان يعني الانسولين فيها انواع بزاف الانواع. دونك هذه من ناحيه. ثاني حاجه بين الاسباب اللي كتطلع السكر واخا كنكونوا ضاربين الانسولين وما تناكلوش بزاف هي التعفنات، يا اما لي زانفيكسيون في البول ولا انفيكسيون فيرال، اي فيروس يقدر يطلع عليها، ميم هير لي كاري دونتير مثلا السوسه في السنان كتقدر تطلع علينا السكر. هذه نقطه مهمه عن مرضى السكري. كاين ايضا الامراض ديال القلب والشرايين كيقدروا يطلعوا السكري، الضغوطات حتى هي كتطلع ولكن ماشي سبب مباشر، ماشي كاع الناس، لكننا كنقادين ماكلتنا وقادين جرعه ديال الانسولين وهذا. وبالنسبه للنورة عندك سكر النوع الاول، كما تنقول المرضى ديالي تمشي معاهم مرحله بمرحله، سورتو في بدايه السكر واخا تجي شويه قاصحه تنقول لهم واش كتقدروا، لاش الاكسجين اش كيصلاح باش كنتنفسوا، واش قدروا تحسوا تقطعوا الاكسجين؟ تيقولوا لي لا قطعتوا شنو غيطرى؟ تيقول لك كنموتوا. كنقول لهم نفس الشيء بالنسبه للانسولين، هادشي يعني اول ميساج ديالها قالت انها اول ميساج بالنسبه سورتو السكري النوع الاول الانسولين ما قدروش، اللي يحبس الانسولين راه كتادي الوفاه باش نكون واضحين، لان غطلع ليه لاسيتون يقدر يطيح في الغيبوبه، الغيبوبه يقدر يفيق منها يقدر ما يفيقش منها. جميل، دونك نصيحه واضحه. ربما احنا نشوف لكم بزاف الامهات الله يخليكم لوليداتكم، وعارفه صعيب ان تشوفوا وليداتكم كيدقوا الانسولين، ما نمشيوش ناخذوا الدواء عند الجاره اللي نفعها تقول لك اعطي الوليد، راك غتقتلي ولدك. ما نمشيوش نعطيو العشوب، ما نعطيوش المشروب الغازي اللي معروف ديال باش كيهبط السكر، ونخلطوه مع الحلبه ونخلطوه ندير واحد الخلوطه اللي كتكون سامه. كنشوف واحد الحالات للاسف اللي خطيره بزاف، بعد مرات الاطفال ما كيفيقوش منها. نعم، كيف قلتي ربما الامهات كتكون خايفه، ولكن الخوف ديالنا نمشيو عند الطبيب ونسولو ونحاولوا نصبروا مع الوليدات ديالنا ونعطيكم القوه صراحه. ما نقطعوش الدواء ونديروا الوصفات، ما يمكنش الانسولين تحبس عند الاطفال، ما يمكنش. نعم. اي ادواء اي دواء ما خاصوش نحبسوا منها لذاتنا، الا خاصنا نشوفوا مع الطبيب ديالنا باش نعرفوا بعدا، لان كاينين دي دوز اللي خاصنا نحترموها. شنو الوجبه ديال الفطور بالنسبه للناس
سواء عندهم السكر ولا ما عندهمش باش نحافظوا على الصحه ديالنا. هاد اللي قلتي مزيانه اللي عنده اللي ما عندوش نفس الماكله تقريبا الصباح اول حاجه باش كنعطيو الطاقه ديالنا خصنا الخبز الكامل لان تيكون الامتصاص ديالو بطيء يعني كناخذ واحد ربيع ولا نصيص ديال الخبز الكامل ديال الدار على حسب الخبزه ماشي خبز نصيص نص خبزه غادي نديرو فيها اما زيت العود يا اما البروتينات يعني الفرماج ولا الجبن ولا البيض بيضه حتى هي وحده ناخذ واحد الكاس الحليب ولا اتاي مسوسين ونقدروا نزيدوا عليها فاكهه بالنسبه لمرضى السكري نفضلوا الفاكهه اللي كتكون المؤشر السكر منخفض بحال الكيوي بحال الليمون بحال التفاح بحال الرمان نبعدوا على الفواكه الاخرين وما نديروش العصير لان العصير ملي كيطحن ما تيبقاش فيه ديك الالياف اللي كتنقص امتصاص السكر وكيطلع السكر دونك نقدروا نعوضوا هذاك النصيص ديال الخبز مثلا الناس اللي تيطلع لهم الخبز كل نهار نعوضوا بواحد زلافه ديال الحسوه الا خدينا الحسوه ما خصناش ناكلوا معها الخبز الا خدينا الشوفان مع الحليب نقطعوا فيه الفواكه مزيان وجبه مزيانه ولكن ما غناكلوش حتى هي الخبز معها الصباح دونك شي حاجه اللي تكون بحال هكا مع هذاك 12 الوحده غتكون وجبه الغداء اول حاجه كنعطيو السلطه لان الخيار تيكون فيه الماء اي سلطه تتكون فيها الماء تتكون فيها الالياف كتشبع يعني كنبداو بسلطه ما كنبقاوش نحتاجو الخبز بزاف ضروري خاص شويه الخبز ربيع ديال الخبز نقدروا نعوضوا الخبز بزلافه صغيره ديال اللوبيا ديال العدس ديال الروز من الاحسن يكون كامل قدر المستطاع ديما نقول قدر المستطاع لو ري كومبلي لي بات كومبليت كناخذوا واحد زليفه صغيره اللي كتعوضنا داك ربيعه الخبز كناخذوا الخضر جميع انواع الخضر بالنسبه لمرضى السكري البطاطا والجلبانه نبعدوا عليهم ولا نقصوا منهم خيزو الباربا ما نعطيهمش العافيه يكونوا غابي في اون سالاد لان ملي كنعطيهم العافيه كيطلع الحلاوه ديالهم سينون بالنسبه للناس الاخرين جميع انواع الخضر يقدروا ياخذوهم والبروتينات الحيوانيه الاشكال يا اما السمك يا اما الدجاج يا اما اللحوم الحمراء اللي كتكون واحد مره ولا جوج مرات في الاسبوع عند الناس اللي تيكون عندهم مثلا ارتفاع نسبه الكوليسترول يعني هذه وجبه كامله نبعدوا على لي بيتزا على القليان على لي ساندويتش في الغداء يعني تصف برا لكلينا نعرفوا شنو ناكلوا صح بالنسبه للعشيه كوجبه خفيفه ما بالنسبه لمرضى السكري يقدروا ياخذوا مثلا هذيك الفاكهه ديالهم يزيدوا عليها مثلا ياغورت طبيعي ولا جبن طبيعي يقدروا ياخذوا مثلا لما خداوش الفاكهه ياخذوا تميره وحده ياخذوا معها مثلا واحد شويه ديال اللوز ولا القرقاع مع مشروب بلا سكر حتى بالنسبه للناس الاخرين يقدروا يديروا هذا الشيء ياخذوا الناس اللي ما عندهمش سكر مثلا ياخذوا لي بول دينيرجي ياخذوا مثلا ميم لي كوكيز دابا كيديروا بالشوفان كيديروا بالبنان كيديروا أو لك شيكيك مصيب تاور فوالا الله ما ناكلو في العشية الوجبة ديال الليل تكون بكري هذه النصيحة اللي كنعطي جميع الناس المرضى السكري ماشي مرضى السكري آخر وجبة تكون واحد 6-7 الليل يعني بحال اللي كنديرو صيام متقطع مزيان سوف الناس بيان سور اللي كياخذوا الانسولين خصهم ياخذوا واحد الوجبة الخفيفة قبل من النوم لكن الناس العاديين كياخذوا الأقراص ولا الناس العاديين الوجبة الثانية ولا الأخرى ديال العشية العشاء ديالنا تكون 6-7 الليل تكون آخر وجبة ويكون شي حاجة خفيفة تكون فيها أون سوب أون سالاد نبعدوا على لي غوتي لا داك الوجبات الخفيفه اللي فيها المسمن اللي فيها الحرشه اللي فيها هذيك مثلا نديروها مره في السيمانه انا شخصيا كندير الكوتي لوليداتي مره في الاسبوع الاربع ملي كتكوني جالسه الاربع ياخذوا اللي بغاو ما كنكش نحرمهم ما كنكش غندير مزيانه هذه ولكن ملي كيدخلوا من المدرسه ديالهم عندهم غدا وعشاء ديريكتومون يعني كياخذوا الخضره ياخذوا كل شيء في جبهه واحده مزيان هذه ولكن هذاك الكوتي ديال كل نهار الوليدات غيدخلوا غيلقاو الكيكه غيلقاو المسمن غيلقاو الحرشه غيلقاو لي كوكيز غيلقاو لي كريب غيلقاو راه بزاف لا بالنسبه للكبار لا بالنسبه للصغار يعني نحاولوا نعدلوا كيف قلتي ماشي في الحرمان كيف التنوع والتوازن تماما كنشكرك بزاف شكرا بزاف جميل الماء جوج ثلاثة لتر ديال الماء في النهار الحركه نتحركوا نطلعوا في الدروج نركبوش في لاسونسور نحطوا الطوموبيله بعيده لوليداتنا نبعدوا شويه على باب ديال المدرسه ونخليهم يتمشاو ونهضروا معاهم كيكون واحد الوقيته اللي كنهضروا كنتلاقاو فيها مع وليداتنا وهذه جميله ديال اننا نبلاصيو بمسافه بعد تزوينه الوليدات ديالنا يعني اننا ما كندوش داك الاكتضاد ما كندوش داك الشيء بزاف سي غير كنديروا الاكتضاد حتى حنا واقفين ولكن على الاقل بعد ما كتكونش داك المبديات اللي كتكون فوالا نحاولوا اننا نديروا شويه ديال الحركه مع الوليدات ديالنا كنشكرك بزاف دكتوره هدى عفالي اليوم هضرتي من القلب وهضرتي كطبيبه وهضرتي كمختصه في التغذيه ايضا شكرا لك بزاف على كل المعلومات اللي خدينا من عندك كنتمنوا ان النسبه ديال هذا الداء انها تنخفض من هنا لقدام واننا فعلا نشوف التشخيصات المبكره وان نردوا البال للصحه ديالنا لاننا مهددون كنا باننا يكون عندنا مرض السكري فعلاش لا اننا ما نمشيوش في هذه النصائح باش نوقيو النفوس ديالنا شكرا لك بزاف انا شخصيا استفدت كثير معك واكيد شكرا موصول كل المستمعين والمستمعات اللي اكيد مرحبا بالتواصل ديالهم من دابا شويه من خلال الرقم ديالنا حتى هما يعطيونا تجربتهم مع مرض السكري
من ناحيه ديال الوجبات، شنو الكيك اللي تبغيو تقترحوا علينا هذا الصباح اللي يكون ربما مقاديره كتوازي الناس ولا كتنفعنا كاشخاص عاديين والناس كذلك المصابين بدا السكري من خلال التواصل معنا على 0522 36 0536 على شدا اف ام. جديد مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم دائما، رقمنا راهن الاشاره 0522 36 0536. بما انه اليوم هو اليوم العالمي لداء السكري فاحنا خصصنا كاع المواضيع ديال شدا الاسره لهذا الموضوع، لأهميته أيضا، لأهميته في الحياة ديالنا، في صحتنا، في حياتنا الاجتماعية أيضا، من خلال فقرة هو وهي أيضا غنتحدثوا على هذا الموضوع. كنعرفوا أنه من الأمراض اللي نقدر نقولوا أننا كنشوفوها في كثير من العوائل المغربية والعربية يعني في العالم، وحتى النسبة شفنا مع الأخصائيين اللي كانوا معنا أن النسبة للأسف غدا وكترتفع لأسباب كثيرة، منها نمط الحياة ديالنا، ديال التغذية ديالنا، كذلك الوراثة، بزاف ديال الأمور. ف اليوم كنتكلم ايضا على مرض السكري بين الازواج، يعني ملي كيكون احد الزوجين عنده داء السكري او مرض السكري، حيت شفنا حتى من الاسئله ما شاء الله كاين اسئله اللي كانوا اشخاص كيسولوا على ازواجهم او لزوجاتهم. فملي كيكون مرض السكري عند احد الازواج كيفاش كيتم التعامل والاحتواء ايضا، يعني واش كتلقاو ان كاين واحد النوع من المؤازره، واحد النوع من الامور اللي ممكن اننا نمشيو فيها، بحال مثلا كتلقاو ان كيوقفوا معاكم، بهذا هو التعبير، واش كتوقفوا مع بعض في هذه المساله هذه، يعني كتأزروا بعض، كتحاولوا انكم الاسباب اللي كتشوفوا انا تقدر كيف كنقولوا حنا تطلع السكر او شي حاجه من هذا القبيل كتحاولوا انكم تفاداوها او لا ما ديروهاش في الحياه. كنعرفوا ان كاين بعض الازواج اللي نيتي مرض مثلا الزوج او الزوجه كتلقى حتى هو كيمشي معها في النمط الحياتي ديالها، مثلا الزوجه ما خاصهاش تاخذ السكر، ما خاصهاش تاخذ هذه الماده، كتلقى حتى هو كيمشي معها في داك النمط الغذائي ديالها، حتى هو كينقص السكر حمايه إيه، ولكن في نفس الوقت راه بحال اللي تيأزرها نفسيا، وكذلك يعني الزوجه ايضا ملي كتلقى زوجها بهذا الشكل هذا اولا كتلقى زوجها انه خاص يتموتيفا واحد شويه، وخاصه هو يعني يقاد التغذيه ديالو ويقاد النمط الغذائي ديالو. كنشوفوا ازواج ما شاء الله اللي كتلقاهم واخا ما شاء الله كبروا في العمر شويه كتلقاهم انهم كيمشيو يعملوا واحد شويه ديال السبور، هذا كيقول لك احق لا على وديت السكر باش نقادوا السكر ديالنا، كتلقاهم كيمشيو كيتريضوا مع بعض، كتلقاهم انهم في الماكله ديالهم كتكون قليله كيحاولوا ينظموها ويقدوها، يعني كاينين بزاف ديال الامور. فهذا هو السؤال ديالي، واش فعلا ملي تيكون هذا النوع من الامراض المزمنه، وخاصه ان كنعرفوا السكر حنا كيف كنقولها بالدارجه في كثير مرات ما كيجيوش بوحديتو، كنلقاو ان السكر، كنلقاو الكوليسترول، كنلقاو الطونسيون، الا يعني القليل، وكنلقاو انهم الامراض اللي ربما علاش كنخافوا منها، لانها كتقدر انها الا ما تضبطاتش في الدم والا ما تقاداتش كتقدر انها تصيب لنا اعضاء نبيله في الذات ديالنا، سواء مضاعف تاع مستوى صحه القلب والشرايين، على الكلي، على المفاصل ديالنا، على صحه شبكه العين، على صحه الدماغ، يعني كاين بزاف ديال الامور اللي هلا الناس كتوقف وقفه وكتحاول انها تضبط السكر ديالها وكتحاول انها تقاد، سواء من ناحيه الادويه والعلاجات، سواء كان الانسولين او الكينات او حتى من ناحيه التغذيه والحركه. فاليوم نبغي نعرف معكم انتم واش خدتوا هذه التجربه مع بعض، واش جربتوا انكم كان عندكم مرض مزمن وحاولتوا انكم تأزروا بعضياتكم كازواج، الوقفه اللي وقفتوا مع بعضياتكم قداش كان الاثر ديالها صحي على نفسيه الطرف الاخر، واش فعلا هذا النوع من المؤازره، هذا النوع من اننا نوقفوا مع بعضياتنا كيعطي الاكل ديالو او لا. مرحبا بالتواصل ديالكم، مرحبا بالاراء ديالكم على 0522 36 0536، وكذلك التعليقات ديالكم من خلال الصفحه الرسميه نشاد يفهم اشاره باش انكم تواصلوا معنا و تشاركونا علاش لا في الموضوع ديالنا اليوم. اليوم ارتئينا اننا نتكلموا في موضوع اللي كيخصنا كاملين، موضوع اللي اختاريت اليوم على ضوء اليوم العالمي لداء السكري اللي هو 14 نوفمبر من كل سنه، اللي كنوقفوا على الاحصائيات وكنوقفوا على الامور اللي ممكن اننا نستشفوها في هذا الموضوع هذا. اكيد مرحبا بالاراء ديالكم على الصفحه الرسميه تشاد اف ام. الموضوع ديالنا اللي ممكن انكم سيمو الله يخليك حط لي الموضوع على الصفحه الرسميه تشاد اف ام باش هكذا الناس تعطي التعليق ديالها على الموضوع اللي اختارين اليوم اللي هو مرض السكري ملي كيصيب احد الازواج، واش كنلقاو داك كيف كان كيوصيونا، يعني في كثير من الامراض اللي كتصيب كنلقاو ان الاطباء تيقول لك حتى
المحيط او العائله عندها واحد الدور اللي هو كبير باش انها ما نقدروش نقولوا انها كتشافي، ولكن على الاقل كتخفف، على الاقل كتخليك انك تحمل الضغوطات ديال هذا المرض هذا، كتخليك انك على الاقل تعيش بشكل اللي هو نقولوا نوعا ما طبيعي، لانك كتحاول انك تاخذ دوايتك في الوقت، كتاخذ تضبط الماكله ديالك، تمشي في نمط غذائي اللي هو مزيان، كل هذه امور الانسان ما كيديرهاش بوحديتو، كيف كنقولوا حنا يد وحده ما كتصفق شيء، ضروري الطرف الاخر. هنا الطرف الاخر كيكون اما الزوج او الزوجه على حسب، بعض المرات كيكون داء السكري كيصيب الزوجين بزوج، هنا كيولي خاصهم يتحملوا بعضياتهم. اكيد كنعرفوا ان ملي كيكون انسان مريض بالسكري بعض المرات كتجي واحد العصبيه على غفله، كيتعصب كيتوتر كيتقلق، عاد باش ناهيك انه كيبدا رد البال الوليدات ديالو لربما حتى هما يتصابوا بداء السكري، يعني واحد الحمل حملين على الكاهل ديال هاد الزوج او الزوجه. فاليوم نبغي نعرف تجربتكم، ديجا كنا تكلمنا في اكيد في شهر اكتوبر فاش تكلمنا على سرطان الثدي، وسمعت مكالمات صراحه اللي بكاتنا صراحه من خلال الازواج اللي ازروا الزوجات ديالهم في هذه المعاناه هذه واللي وقفوا معهم، كاين اللي الحمد لله تشافوا وكاين اللي غادرونا لدار البقاء، ولكن بقات ان هاد الناس هادو وقفوا وكانوا يعني خير سند وخير داعم للزوجات ديالهم. حتى اليوم نبغي نسمع الاطار والكلام ديالكم في هذا الاطار هذا، ملي تيكون مرض السكري اللي هو من الامراض اللي اليوم نقدروا نقولوا اننا ولينا نتقبلوها وكنقولوا انه مرض نقولوا بحل جميع الامراض، كيخص غير الانسان انه يشخص بكري، كيخص غير الانسان انه يلتزم بالامور والاحتياطات اللي كيذكرها له الطبيب، يمشي في نمط غذائي وصحي متوازن، ما يمشيش في داك الحرمان حتى كيوصل لاوقات اللي هي فريمون كيفشل وكيحاول انه يدير عادات اللي هي ما زويناش، ما يمشيش انه ياخذ علاجات اللي ما متاحش ليه او ما مديوراش على ودو، بحال مثلا الناس اللي بالاعشاب وغيرها، كنعرفوا حتى الاعشاب هذه نصيحه ديال بزاف ديال المختصين، حتى الاعشاب سيفغي كاين بزاف الادويه كتصيب من اعشاب، ولكن تما كتكون لي دوز اولا النسب كتكون مدروسه بواحد الطريقه اللي هي احترافيه. اما حنا باش نجيو ناخذوا من هذه ومن هذه ومن هذه احق، علاش كتنزل السكر احق، هذه كتعدل السكر، تقدر انك تاخذي شي عشبه اللي ما تكونش منقيه مزيان، وكنعرفوا ان الاعشاب وهذا تقدر ان يكون فيها شي حاجه ملصقه بها، شي حاجه اللي تكون سامه، عاود هنا ما تكون انك باغي تقلل اولا تشافي كتقدر تودي بالحياه ديالك الوفاه اولا تاديب الحياه ديالك. فبالتالي دائما ننصحوا نسمعوا الاخصائيين والاطباء ديالنا، ان ملي تيقول لك الدوايات خاصها تخاد، الدوايات ما خاصهاش توقف هكاك من نفوسنا، ما خاصناش نوقفوها. فالموضوع ديالنا اليوم هو هذه المساله هذه ديال كيفاش كنوقفوا مع بعض في حالة هذا النوع من الأمراض اللي هو نقدروا نقولوا مرض العصر، مرض اللي معروف، مرض اللي تنسمعوا عليه يوميا، كاين بزاف الناس اللي تيتكلموا على أن مرض السكر كاين وموجود وهذا وخاص الإنسان غير يضبط، ولكن أجي نسولوا مريض السكري هذا الشخص هذا أو لهذا الزوج أو لهذا الزوجة هذه، واش كتلقى فعلا أن كاين واحد النوع من المؤازرة، واحد النوع من أن كيوقف معها رجلها أو كتوقف معها مرته في هذه المسألة هذه ملي كيكون مرض السكري في العائلة، واش كتوقفوا مع بعض، واش كتلقاو أنكم فعلا كتحاولوا تأزروا بعضياتكم، هذا هو الموضوع ديالنا. وأكيد مرحبا بالتواصل ديالكم دائما من خلال الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536، ومن خلال التعليقات ديالكم على الصفحة الرسمية شادا يفهمه. أكيد مرحبا بالتواصل ديالكم المستمعين والمستمعات من خلال الرقم ديالنا اللي هو 0522 36 0536. كنتكلموا على مرض السكري بين الأزواج، كيفاش كتعاونوا بعض، واش كتوقفوا مع بعض في هذا النوع من الأمراض اللي كنقدروا نقولوا أنهم الأمراض المزمنة اللي كتبغي كثير من الصبر، كتبغي كثير من أن نتفاهموا بعض وأن نهزوا مرض بعض أيضا. شيماء من فاس، شيماء السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، بارك الله فيكم وشكرا حيت هضرت على هاد المرض هذا وكيفاش الناس كيتعايشوا معاه. صح، قولي شيماء اليوم غتعاودي لنا قصتك، تجربه قريبه شنو؟ صراحه هي ديال ماما وبابا. كان بابا كان جاهد سكر، هو كنا صغار، المهم صغارين، وكانت الوحيده اللي كانت معايا هي ماما. نعم. لدرجه ان الماكله حيت مقطوع ليه خيزو، بطاطا، اي حاجه فيها واحد النسبه ديال السكر، ديال السكر. الماكله ديالنا كامله خضيرات، كلشي خضره، اي حاجه فيها الحلاوه كتنقص منها. الشباك يومين جيت فوق كتصوب
شبكية ما فيهاش العسل وي. هذيك هي اللي كتصاوب لينا. والمهم شويه هكا وشويه هكا كتحاول ان ما تبينلوش انها راه مريض. فوالا كاملين كناكلوا داك الشيء. كتاكلوا نفس الماكله ديالو؟ نفس الماكله. اها دابا المهم دابا هي ما يمكنلاش انها تهضر معاك حيت مشات معاه للطبيب. ما كيمشيش للطبيب بوحدو، خاصها ديما تمشي معاه واخا زعما ما عندها حتى شي مشكل. كترافقوا في اي حاجه في كاع المراحل. السكر ديالو مضبوط؟ هاد الامور كلها وقفت عليها من الديبار؟ اه من الديبار كلشي. وصراحه حنايا عشنا مع داك الاحاسيس اللي كان بيناتو وداكشي زوين صراحه، وخلاتنا حتى حنا نحسوا بان داك الموت راه عادي، ماشي شي حاجه خايبه وماشي شي حاجه اللي نقدروا نخافوا منها، كنتعايشوا معاها. خاص غير الانسان يضبط الامور ديالو، لا في التغذيه ديالو لا في الدوايات ديالو لا في هاد الامور كلها، والمرافقه النفسيه ياك. اه المرافقه النفسيه هي كل شيء. حنا وليداتو ومراتو كلنا كان عايشين معاه، يعني عادي ما كاين حتى شي حاجه. هذاك ماشي مرض بالنسبه لنا، ماشي مرض، هذاك عادي واحد الرجيم كناخذوه كاملين. نعم دابا نتوما ما قدرت الحل الاوسط انها نتوما نقصت لكم من كل امور فيها وقايه وحمايه لكم، وفي نفس الوقت ان الاب ديالك ما يحش انه بوحديته. اي داكشي اللي كان دابا المهم انا في داري، ومي كنمشي عندهم الماكله عاديه كناكلو كاملين مجموعين، المهم داك الحلاوه ناقصه لدرجه انا راه السكر ما بقيتش كناكلو بزاف. يعني انت غتعودي؟ عادي ولفت. تعودت ولفت انا في داري مع بنتي وراجلي هكاك. كندير داكشي قليل، السكر قليل، باش الخضيره متنوعه. هادي خاصنا واخا بلا سكر خاصنا نديرو خضيرات، نحاولوا نقصوا من داكشي اللي فيه السكريات. نعم اول شيء شكرا بزاف على التجربه اللي شاركتي معنا، وهذا هو الغايه من هذه الفقره هذه. شكرا لك بزاف، وشكرا الله يخلي لك الوالدين ديالك، واكيد شكر موصول لكل المستمعين ديالنا بمدينه فاس وكل المدن المغربيه والعربيه ايضا، من خلال الجاليه العربيه اللي كيسمعونا حتى هنايا من خلال بلادهم المغرب ايضا، علاش ومغاربه العالم. ملي سنتكلم او خدينا هذا الموضوع، لان في كثير من الامراض دائما كتلقى ان حتى الطبيب ملي تيجي عنده الشخص اللي مريض كيقول له جيب معك اللي غيكون معك في الدار، اللي غيراقب معك، اللي غيشوف الدوايات ديالك، اللي غيشوف هذه الامور كلها. سي فريمون ما تشيما اخذت الحل اللي لقاته مناسب ديالها، انه هو ما تحسش الزوج ديالها انه لا عنده واحد الريجيم، عنده واحد الماكله معينه، عنده هاد الامور معينه، ملقات انها تقدر تعاون بها الوليدات ديالهم ديالها كاملين. اول شيء من ناحيه ديال الحمايه، من ناحيه الثانيه ديال انها تخلي راجلها يحس كانه ما كاين حتى شي مرض، وكتمشي معاه كيف قالت انه في العلاجات ديالو في هاد الامور كلها. جميل، هذا هو الامر اللي اليوم كنتكلم عليه. قداش كنوقفوا مع بعضنا وقداش مفيده في الحياه ديالنا الزوجيه، واش كتوطد او لا. لطيفه من قليميم. لطيفه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لاباس عليك، امورك هانيه؟ لاباس الحمد لله. اختي مشكوره على موضوع الحلقه. بالعكس مرحبا. موضوع مهم وكيمس واحد الفئه كبيره من المجتمع. اكيد اكيد اكيد. قولي تجربتك او لا تجربه احد من العائله. لطيفه تجربتي انا الشخصيه. مرحبا. انا مريضه سكري نوع ثاني. نعم. واكتشفت شهري عامين تقريبا. المهم الطرف الاخر اللي هو الزوج ديالي اييه حاول يبسط الموضوع وحاول يخليه على انه راه مرض عادي ويمكن لنا نتعاملوا معاه غير باخذ الضوء في الوقت ديالو وبتغيير نمط العيش ديالنا، يعني ما ولا كياكل الماكله اللي كناكل انا، يعني اي حاجه مسوسه واي حاجه كلشي ولا كياكلها معايا، وهي حمايه له في نفس الوقت مؤازره لي انا. مزيان مزيان. وحتى وليداتنا حتى وعينا بالموضوع، وحتى وليداتنا بغيناهم يتعودوا على هذا النمط العيش اللي هو هكا داير. فعلا كانت طريقه العيش ديالنا وطريقه الاكل ديالنا كانت سبب في الموضوع. مزيان. وبغينا نفس الشيء نغيروها، حتى انه زعما ولا كيدير معايا ساعة ديال السبور في اليوم، خصصت واحد الساعة ديالي باش يتمشى معايا. مزيانة. المهم حاول يبسط عليا الأمور شوية وحتى نتعود على الموضوع. نعم لطيفة، قداش هاد التآزر ملي كنكونوا مراد وكنلقاو الطرف الثاني أو لا شريك ديال الحياة واقف معنا، قداش كيوطد العلاقة الزوجية؟ قداش كيحمينا أنا ما نوقعوش في المشاكل أو لا ما نكبروش المشاكل؟ كثير كثير. هو هاد المواقف هما بالضبط اللي كيخلوا العلاقه توطد. صح. هاد المواقف ديال المرض وديال المشاكل ديال هما اللي كيخلوا العلاقه توطد. امال ملي كتكون العلاقه ماشي عاديه بسلاسه وما فيهاش حتى شي، يعني كتبقى حتى
حتى العلاقه والحب كيبقى عادي ما كيتغيرش، بينما ملي كتشوف واحد الشخص مهتم اكثر في مرضك ووقف معك في هذاك المرض، وبالعكس غير نمط العيش ديالو كامل باش يسيرك انت في مرضك، يعني كتعرفي مكانتك عنده. نعم، زدت المعزه ديالو، زدت المعزه ديالو لطيفه ياك. اكيد لانك حسيتي على انك عزيز عليه ملي غير بزاف ديال الامور في حياته. جميل يعني جميل. النقطه اللي شرتي لها قلتي ان توليداتكم حمايه له تازرا معايا. توليداتنا هي، هو خصوصا ملي سمعت قبيله الاخت من طنجه كانت كتهضر على ولدها صح اللي عنده 5 سنين. نورا من مراكش، بزاف ديال الامور كتدور ليا في راسي على على وليداتك، لانها كانت اصلا قبل كتدور ليا ودابا ولات ترسخت ليا. نعم. يعني غناخذ القرار وغادي نمشي ندير لولدي تحليلات، ندير ليه التحليله وان شاء الله هما نشوف الامور من بكري ونعرف نكون واعيه بالوضع من بكري. اول شيء تبارك الله عليك، وهذه هي الغايه من برنامج هذا الاسره، اننا ماشي نخوفوا ولكن على الاقل اذا كان ممكن اننا نشخصوا ونوعيوا صراحه، هذه هي الغايه. كنشكرك بزاف لطيفه. شكرا، انا سعيده بتواصلي معكم، هذا التواصل الثاني معكم، وانا سعيده جدا وانا اسعد صراحه. غادي يكون الاخير ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك لطيفه مقليمي، واكيد شكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات. دونك شفنا التجارب ديالكم سمعناها، واكيد كيف قالت لطيفه ربما ملي كيكون ملي تكون الحياه غاده وسلسه وعاديه جدا معليش، ولكن ملي تيكون واحد المرض اللي نقدر نقول انه من الامراض اللي هي كاينه، من الامراض اللي معروفه، من الامراض اللي كنلمسوها يوميا، فكتستدعي ان الانسان فعلا ان يكون شريك الحياه واقف معه جنبا الى جنب. ملي كيغيروا شركاء الحياه نمطهم الغذائي، ملي كيغيروا النمط الحياتي ديالهم على وديتنا، اكيد ماشي فقط هما باش ما تهما حمايه، ولكن راه تا هو نوع من التآزر، نوع من الحب، تعبير عن الحب. وجميل اننا نعبروا على الحب ديالنا لشركاء الحياه ديالنا بطرق اللي هي مختلفه وطرق اللي هي صحيه. لطيفة خدات الغاية من الفقرة اليوم ومن فقرات ديال برنامج هذا الأسرة، هي التحسيس والتوعية، وخدات من المكالمة ديال نورا اللي تاهي كنقول له احنا دائما الله يعطيك القوة على الوليد ديالها، فقالت بما أن لطيفة فيها السكر قالت تاهي خاصة فعلا أنها تمشي وتشوف الوليد ديالها واش تاهو الصحيحة ديالو تطمئن عليه. ماشي دائما المثال اللي تيقول باش تجبد، حنا شحال بزاف الناس ربما هو هذا المثال اللي تيخليهم ما كيشخصوش انهم تيخافوا، ولكن ملي تيكون عندنا طرف اللي هو في الدار او من العائله عنده السكر او لا عند هذا، ما فيها باس اننا نمشيو حتى حنايا نقلبوا ونشوفوا. راه كيف قالت الدكتور ملي تيكون قبل السكري راه كيكون غير بالرياضه وبالتغذيه وبهذا ممكن كتعدل كل الامور كترجع لنصابها الصحيحه، فنتمنى ان شاء الله صحيحه للجميع. مازال نرجعوا نكملوا في هذا الموضوع، واكيد مرحبا بالتجارب الحياه ديالكم، تعطيونا تجربتكم وتعطيونا قداش هي المؤازره وقداش هي المسانده في المرض كتقوي وكتوطد علاقه الحب والعلاقات الزوجيه بينكم كازواج. مرحبا بالتواصل ديالكم على 0522 36 05 36 على شاده فهمه.